كم أعزائي الزمان اللي الأصدقاء، راح. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يحييكم. الورشة السادسة، الملتقى الأول للإبداعات السردية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. معكم هذه الورشة السادسة، ونحن في حضرة الدكتور طارق الطيب، القاص والروائي والشاعر، وهو اليوم ضيف شرف، واليوم من سيستلم حكم الدفة الحكم. إضافة إلى ذلك، نحن لا ننسى أيضا الأستاذة فتحية دبس، والتي ستكون أيضا في مجلس الرئاسة، وحميد عقبي وصبري يوسف، لأن الأستاذ صبري يوسف هو عضو دائم، عضو مجلس الأمن الدائم، له حق الفيتو، وله حق، يعني إحنا نمنحه أيضا، لأنه يعني من الأصدقاء ومن الأشخاص الذين يعني سندا وجنبا إلى جنب. شكرا جزيلا لك. لا ننسى أن نرحب بالمشاركات الثلاث التي معنا اليوم. معنا ما شاء الله ثلاث مبدعات من الكويت، أستاذة استبرق أحمد، ومعنا من سلطنة عمان أستاذة وفاء سالم، ومعنا من تونس الغراء، تونس الخضراء، تونس الحلوين، معنا الأستاذة نجاة نوار. مرحبا، شكرا أهلا لكم وسهلا. جميعا، شكرا. ندعوكم، نحن الآن الحمد لله وصلنا إلى هذه الورشة، والورشات السابقة كانت بشكل جيد. غدا لدينا ندوتين، ندوة الساعة السادسة، ومعنا ندوة الساعة التاسعة. غدا معنا ستكون الناقدة الأستاذة الدكتورة ثريا بن شيخ، وسيكون معنا عدد من المبدعين، وأيضا يوجد علينا عدد من النقاد. سيكون معنا غدا أيضا الساعة التاسعة بتوقيت باريس، الثامنة بتوقيت باريس أظن، الجدول موجود على صفحتي. سيكون معنا أيضا الأستاذ والدكتور محمود الضبع، سيكون معنا من اليمن المشارك الوحيد من اليمن الأستاذ الغربي عمران، وسيكون معنا السيد الوكيل من مصر. فليلة الغد أيضا يعني أيضا ستكون في مثل هذه الساعة، أعتقد الساعة الثامنة إذا ما لم، فأرجعوا دائما إلى صفحتي. أستاذي العزيز الأستاذ الدكتور طارق الطيب، الآن أنت تستلم دفة مجلس الرئاسة، لك إدارة هذه الجلسة، وتفضل أستاذي العزيز. مرحبا ومساء الخير عليكم جميعا، على الكاتبات وعلى الكتاب وعلى زميلي حميد وعلى كل الموجودات والموجودين. تحية إليك الأستاذ صبري وكل من أراه على الشاشة. طبعا أنا اليوم بدون ألقاب، لا داعي لدكتور ولا داعي لهذه الأشياء، أنا زميل مثلكم ومثلكن. أيضا أرتكب كتابة القصة والرواية والشعر. أحب اليوم أن أكون قريبا من تقديم الكاتبات ووضع بعض الأسئلة بمساعدة ومساهمة الزميلة فتحية، وربما سيكون لكل كاتبة ما يقرب من 10 دقائق. أستاذ حميد، هل 10 دقائق كقراءة أولية؟ جميل، 10 دقائق، نعم، عشر والليلة دقائق مفتوحة، لتقرأ، لا توجد ندوة بعدكم، فالوقت مفتوح لكم. تماما، يعني لتقرأ كل كاتبة ما تحب في حدود 10 دقائق لنا، ثم نتحاور في النص المقروء، ونتحاور أيضا مع الكاتبة فيما يتعلق بالكتابة بشكل عام، في القصة وفي الرواية بشكل أساسي، لأننا نتحدث اليوم عن السرد. سوف تساعدني في هذه المهمة الزميلة الفاضلة فتحية دبش، وأرحب مرة أخرى بالزميلة الأخت فتحية دبش من تونس ومقيمة في باريس على ما أظن، وأرجو أن أكون صحيحا في كلامي، والزميلة وفاء سالم من عمان، الزميلة استبرق أحمد من الكويت، والزميلة نجاة نوار أيضا من تونس. سوف أحول الحديث نحو زميلتي فتحية دبش، ربما لها بعض التعقيبات أو بعض الكلمات في البداية، ثم أعود إليكن مرة أخرى. أستاذة فتحية، تفضلي.
مساء الخير عليكم جميعا، شكرا دكتور طارق، كذلك أستاذ حميد، أستاذ يوسف، وفاء، نجاة، واستبرق، والجميع. يعني أنا لا أرى الكثيرين على شاشتي، ولكن أحاول أن أسمي من أراهم. شكرا أيضا للملتقى العربي الأوروبي على هذا، عفوا، لمنتدى العربي الأوروبي على هذا الملتقى، ملتقى السرد، الذي أعتبر أنه يعني ملتقى له خصوصية كبيرة وبصمة أيضا خاصة. شكرا لك دكتور طارق على مصاحبتي في هذه الحصة النقدية لكتابات أو بعض كتابات كاتباتنا العزيزات. وفعلا أنا أتصل بكم من مدينة ليون الفرنسية، هي ليست العاصمة باريس طبعا، ولكن هي مدينة قلبي وعاصمة روحي، ولا تقل جمالا عن باريس يعني. وأرجو يوما أن نلتقي جميعا في ليون لاحتفالية أدبية أو لقاء صداقات، أو فهي مدينة يعني تفتح ذراعيها للجميع. بالنسبة لحصة الليلة، طبعا أنا كنت يعني وضعت على شات مجموعة كنت أنشأتها، وكان فيها يعني أعضائنا، أعضاء الندوة، يعني نجاة، وفاء، استبرق، أستاذ حميد، دكتور طارق. فقط لي النظر يعني في تمشي الحصة ومحاولة يعني كسب الوقت. لم أتمكن طبعا من وضع القراءة للدكتور طارق، لأني أنهيتها نصف ساعة قبل الموعد، وهذا أنا يعني مشكلتي دائما أنني يعني مزدحمة، ويعني أحاول جاهدة ودائما الوقت يغلبني. لكن عموما أنا اخترت أن أنظر في 3 نصوص، وليس مجموعات. يعني الصديقات أرسلن لي كل واحدة تقريبا مجموعة أو 2، ولكن أنا خيرت الاشتغال على النص لكل كاتبة ضمن ثيمة موحدة لهذه النصوص، هي هوية النص وهوية الكاتب. وأرجو طبعا أن تكون هذه القراءة قراءة ناجحة، وأن أقدم فيها شيئا جديدا للأدب العربي. شكرا جزيلا زميلتي فتحية، تحياتي لك وشكرا لك. وسوف أبدأ وأطلب من الزميلات أيضا ومنك أيضا فتحية أن نعرف بأنفسنا، ولو تعريف بسيط لبعض من سيدخل لاحقا أو من لا يعرفنا طبعا، ليعرف سيرة ذاتية قصيرة عن كل كاتب. وأرجو من زميلاتنا أيضا أن حين نبدأ تعريف قصير عن كل كاتبة تقدمه بمعرفتها كما تحب، ثم تبدأ بالقراءة. أنا سأعرف نفسي لكم، أنا اسمي طارق طيب، أنا من مواليد القاهرة عام 1959، من أب سوداني وأم من أصول مصرية سودانية. درست في مصر وعشت في مصر حتى عمر 25، ثم انتقلت في عام 1984 إلى فيينا، وبدأت طبعا هذا المشوار الطويل مع اللغة الألمانية الصعبة إلى آخره، ومقيم في فيينا بشكل أساسي. الآن في فترة الكورونا انتقلت إلى الشمال، إلى الريف، ولكن أنتقل ما بين الريف وبين الشمال. لي بعض الكتابات في الرواية وفي القصة القصيرة وفي الشعر، وأعمل في المجال الأكاديمي هنا في النمسا بجانب الكتابة بالطبع. هذا تعريف عن نفسي. ونبدأ الآن ربما بتعريف زميلتنا فتحية. أولا لو تكرمت بتعريف عنك، ثم ننتقل إلى الزميلة استبرق. تفضل. شكرا دكتور طارق، وهي سيرة عطرة يعني. شكرا لك بيننا. بالنسبة لي يعني فتحية دبش
تونسية ومقيمة بفرنسا وحاملة للجنسيتين، نشأت وكبرت بتونس، زاولت أيضا تعليمي الابتدائي والثانوي والجامعي بتونس، ثم اشتغلت أستاذة تعليم لغة عربية بتونس قبل هجرتي إلى فرنسا سنة 97. في فرنسا التحقت بجامعة ليون 3 ثم جامعة لوميير ليون 2 لدراسة أيضا اللغة العربية، ونلت شهادة الماستر. ثم اشتغلت بالتعليم الابتدائي كأستاذة تعليم ابتدائي بالمدارس الابتدائية الفرنسية لمدة طويلة أيضا، ثم خيرت الانسحاب لأمارس أمومتي. ثم نلت أيضا شهادات في ميدان التربية والطفولة وتنشيط رياض الأطفال. وفي الحقيقة يعني بالنسبة للعمل، كان بالنسبة لي يعني العمل بين التربية والتعليم دائما في هذين الحقلين. بالنسبة للكتابة كنت أكتب يعني منذ الصغر، ثم انقطعت لمدة 20 سنة عن الكتابة حيث كنت أما وزوجة، إلى الآن أنا أم وزوجة، ولكن الآن خف الحمل قليلا فعدت للكتابة. في سنة 2016 عدت للكتابة بمجموعة قصصية قصيرة جدا، ثم مجموعة سردية هجينة، ثم رواية ميلانين، فكتاب مترجم عن سيرة السيرة لدريدة، وكتاب نقدي مشترك أيضا في الأدب الوجيز. الآن أستعد أيضا لطباعة ورقات في القصة الوجيزة، وهو كتاب نقدي يختص في القصة القصيرة جدا. كذلك أعد كتابا نقديا في الرواية السودانية، وهو مخرجات نشاطي مع منصة الرواية السودانية التي احتضنتني كصوت نقدي تقريبا منذ سنة. كذلك لبعض الترجمات، مخطوط الرواية الذي أشتغل عليه. بالنسبة للجوائز، نلت جائزة الأدباء الشبان سنة 1996 في القصة القصيرة، بعدها طبعا تلاها يعني صمت طويل لعشرين سنة، ثم نلت جائزة كتارا للروايات المنشورة 2020 عن رواية ميلانين التي ستكون ضيفة على ملتقى السرد في الأسبوع القادم. فيما عدا ذلك أنا أم كما قلت لطفلين، إيناس وإسكندر، طفلان كبيران الآن لأنهما جامعيان، بنتي تجتاز الماستر وابني في سنته الأولى الجامعية. ثم أتنقل كثيرا بين تونس وفرنسا، لأني في الحقيقة لم أقطع الحبل يعني مع تونس، ما زلت أذهب إليها باستمرار مرتين أو أكثر في السنة، ثم ما زلت أكتب أيضا باللغة العربية رغم أنني أجيد اللغة الفرنسية ولي فيها بعض المخطوطات. هذا يعني بإطناب كبير سيرتي الصغيرة. سيرة باهية، شكرا جزيلا. صحيح الاسم هو دبش بتشديد الباء، هذا صحيح؟ نعم ليس دبش، دبش. شكرا لك، شكرا على هذه السيرة الباهية فتحية. وأنا أود من الزميلات ومن الجميع أن يتخلص من كلمة دكتور معي رجاء، يعني لأنني حتى في الجامعة مع طلابي تعودوا أن يحادثوني كما نتحدث جميعا بطارق، أنا اسمي طارق، يا فأنا أتحدث أيضا مع كل زملائي وزميلاتي أيضا في النمسا من الأديبات والأدباء دائما بالاسم بدون هذه الألقاب، فسأكون شاكرا جدا لكن جميعا ولكم جميعا أن أكون اسمي طارق معكم اليوم، ولو أردتم إضافة فطارق الطيب يعني ليس أكثر من ذلك، يعني مع جزيل الشكر. طيب لنبدأ الآن مع الزميلة
استبرق من أراه أمامي في المنتصف، الصور طبعا تختلف. الزميلة استبرق، لو تكرمت أن تقدمي نفسك لنا كما تريدين، تعريف عن سيرتك الذاتية البيبليوغرافية لو أحببت، ثم نعود إلى استماع للاستماع والإنصات إلى نصك الأول، تفضلي. مساء الخير وشكرا على ملتقى السرديات الأول، لأنه يعرفنا على أسماء كثيرة ربما نقرأ نصوصها لكن لم نتحاور سابقا معها. أيضا في بعض الكتاب يعني أعرفهم كأصدقاء. حقيقة أنا بالنسبة لي أحب الاختصارات، لذلك شغفي الأول بالقصة القصيرة. لذلك أنا استبرق أحمد، خريجة كلية الحقوق وأعمل في المجال التاريخي، آسف القانوني. بدأت الكتابة في عام 2003 عبر يعني بشكل جدي عبر منتدى المبدعين الجدد. كان 2001 اتجهت إلى هناك، كان طبعا لي كتابات لكن ما كانت جادة يعني، ولا كانت يعني عبارة عن نصوص شعرية أو مثلا خواطر، ولكن لم تكن قريبة من القصة. لكن حينما اتجهت إلى رابطة الأدباء عام 2001 وكانت الكويت عاصمة للثقافة العربية آنذاك، منتدى المبدعين الجدد كان رديف يعني موجود داخل رابطة الأدباء، وكان يشجع على كتابات الشباب الجديدة. وهكذا أصدرت عام 2003 مجموعتي القصصية الأولى اللي هي عتمة الضوء، واتجاهي للقصة كان بناء على الأصدقاء الموجودين وأيضا على يعني المسؤولين على المنتدى مثل الأستاذ حمد الحمد وأستاذة ليلى الصالح ووليد المسلم، اللي كانوا يرون أن في كتابتي هناك نفس قصصي أكثر من الشعر يعني، أو خلينا نقول كتابتي الشعرية تؤدي إلى منحنى أكثر في الحدث والاهتمام بالحدث. يعني كل المميزات يعني إلى حد كبير مميزات القصة عن الكتابة الشعرية، وفعلا وجدت نفسي في القصة القصيرة. وفي 2003 كان أول كتاب لي اللي هو عتمة الضوء. حصلت عام 2004 على جائزة أستاذة ليلى العثمان في دورة الأولى الإبداع الشبابي. لاحقاً توقفت قليلاً وجاءت كتابتي عام يمكن 2011 عن طريق مجموعة قصصية أخرى اللي هي تلقي بالشتاء عالياً أيضاً، وأخذت عنها جائزة الدولة التشجيعية عام 2011. بعدها كان عندي كتاب نصوص يدعى الأشياء الواقفة في غرفة 9، وهو كانت كتابة جداً ذاتية عن حالة فقدان والدتي وأيضاً أمور أخرى حول نظرتي إلى العالم. في الجزء الأول اللي هو كان اسمه تمارين الماء، والجزء الثاني كان بيت آسيا اللي هي هو اسم والدتي. لاحقاً جاء كتاب الطائر الأبيض في البلاد الرمادية، وكتاب يعني أقرب يعني نقول كتاب للكبير وأيضاً للناشئة، لكنه لا يصنف نفسه في هذا الإطار، إلى من يتجه إلى الاثنان. يعني أنا حقيقة التصنيفات مو وايد تهمني، أنا أتركها للقارئ يعني. أيضاً خلال هذه الفترة كانت هناك العديد من الكتب المشتركة، يعني مثل في مشروع منحني 9 كلمات اللي بإشراف الناقدة والكاتبة فتحية الحداد، الجزء الأول والجزء الثاني، وأيضا مرايا قصصية مع مجموعة كاتبات من العالم العربي اللي كانت تحت إشراف أنعام القرشي من الأردن. أيضا هناك كتاب فكرة وكلمة وفكرة، وأيضا هو يتبع منحني 9 كلمات، كان بين كتاب من عمان مسنطلة عمان وكتاب من الكويت. أيضا هناك كتاب مثل حديث الجائحة اللي صدر مع أيضا مشترك، وكان عبارة عن مثل نصوص أو شهادات حول الجائحة. مرصد المتاهة هو تجربتي الأخيرة اللي هو النص السلالة يأتي منه، اللي هو كان تجربة. إحنا 3 كاتبات أصدرنا كتبنا، ولكن أحببنا أن نكون
نصدر كتاب مشترك بحيث أن يكون هناك خبر من الصحافة، وكل واحدة منا تأخذ هذا الخبر من زاوية معينة. فكل والصديقات الكاتبات اللي معي اللي هم كانوا أفراح الهندال من الكويت وسوزان خواتمي من سوريا، ترجمت بعض نصوصي إلى يعني لغات أخرى مثل الصينية ومثل الفارسية والإنجليزية وأيضا الأسبانية مؤخرا. ويعني هذا بشكل مختصر. طبعا كان عندي برنامج أيضا إذاعي يختص بمناقشة القصص، وهذا بشكل مختصر يعني سيرتي الذاتية، إن شاء الله تستمر بشكل أكبر في القصة أو غيرها من الكتب. شكرا جزيلا لك، كل التوفيق، سيرة ذاتية باهرة وباهية. شكرا زميلة استبرق، وحتى يعني لا تنتظر الزميلات لوقت طويل، ربما أتنقل في السير الذاتية إلى الزميلة وفاء والزميلة نجاة لنستمع إلى السيرة الذاتية ثم نعود، حتى لا تنتظر كل زميلة إلى وقت طويل، ونعود إليك مرة أخرى استبرق. تفضل الزميلة وفاء، أراك الآن على الشاشة لو تكرمتي، نريد أن نستمع أيضا إلى سيرتك الذاتية بتفصيل كما تحبين، يعني أمامك الوقت لتحكي عن نفسك كما تريدين، تفضلي. أنا مساء الخير للجميع، كل عام وأنتم بخير، وشكرا على هذه الاستضافة. أمانة سيرتي الذاتية أمام النوابغ اللي أمامي لا شيء. أنا وفاء سالم الحنشي من سلطنة عمان، كاتبة وشاعرة وحكواتية في نفس الوقت، مدير تنفيذي لدار سماوات للنشر والترجمة، لاهتمامات كثيرة بالمسرح لا سيما فيما يختص الطفل، لذلك أنا حاليا أحاول الاشتغال على موضوع دمج الحكواتي مع المسرح العربي شعبيا وعالميا. لي أربع مؤلفات: خاصرة الذهول مجموعة قصصية، جلالته نصوص شعرية، ما لم تقله نوارس طنجة وفراشات دبي نصوص شعرية، وأخيرا إلي إصدار اللي هو المغضوب عليهم وهو عبارة عن نصوص قصصية وأدب الرسائل. طبعا أنا أحب وايد أكتب أدب الرسائل، يعجبني كثير مخاطبة المجهول. شو بقول؟ لنصوص تم المشارك بها في نصوص شرقية أتوقع في التابعة للأستاذ بدر السويطي عن دار الدراويش في بلغاريا، ولنصوص أخرى باللغة الأسبانية مع الأستاذ حسين نهابة. تم ترجمة لي بعض النصوص أيضا بالإنجليزية، الأسبانية، الألمانية، ولا أحلامي لمشاركة. عندي مشاركات سواء في معارض الكتاب في عمان، وكذلك مهرجان الأخير الذي أقيم في طنجة عام 2019 اللي هي عن مسرح الدمى، كان لي أول مشاركة لي خارج عمان، ربما هي المشاركة التي جعلت داخل عمان يدركون بأن هناك ثمة حكواتية تدعى وفاء لمبادرة خاصة. المبادرة توقفت بسبب الجائحة، وهي مبادرة تطوعية تحمل عنوان أقرأ أرسم أكتب قصة. أطلقت هذه المبادرة في المدرسة الحكومية عندنا في المنطقة اللي أنا عايشة فيها، وسبب إطلاقي لهذه المبادرة بسبب عسر القراءة والكتاب اللي يعانوا منه بعض أبنائنا، ولا سيما ابني الصغير كان يعاني من هذه الصعوبة، فحبيت أن أنا أطلق مبادرة أقرأ أرسم أكتب قصة من باب أن أنا أخبر الأطفال إن كنت لا تستطيع أن تقرأ فأنت تستطيع أن ترسم ما لا تستطيع قوله، وإن كنت تستطيع أن ترسم ما تستطيع قوله فتستطيع أن تكتب ما تود قوله. والحمد لله هي هذه المبادرة لاقت ما بقول قبول من المدرسة، بقدر ما أنا فرحت كثير أن قدرت أن أقدر أأثر في الأطفال بشكل إيجابي، وكان أهم حاجة عندي أنه كل طفل يكون عنده مكتبة في البيت. فبدأت أول مكتبة أن أجمع أنا كتب هدايا لهم على أساس أنهم يقرون، وهالشيء دفع ما بقول كل الأطفال، بقول أغلب الأطفال أن هم يقتنون المجلات والقصص، يحبوا يشاركوني قصصهم سواء رسماً سرداً أو شبر بالضبط. في شهر رمضان وقبل الجائحة كذلك
عملت فعالية الحكواتي في إحدى المجمعات المولات اللي عندنا في البلد، بحيث أننا نجتمع مع الأطفال، وجبت حكواتي شعبي كذلك يتكلم باللهجة العامية، فكان نوع من التحفيز كفى أيضاً للطفل أنه يقرأ ويحب الكتابة والقراءة. يهمني كثير أن أبنائنا يقرؤون، لأن إحنا في فترة اللي بقول أنا القرن العشرين صار أبنائنا يلجؤون إلى عالم السوشيال ميديا والإلكترونيات أكثر من أنهم يلجؤون إلى عالم قراءة الكتب. ماذا أيضاً؟ مثل ما قلت أنا أدير دار السماوات للنشر والترجمة، دار هي نحن نديرها كادر شبابي من عمان، لكن مقرها جورجيا. لنا عدة إصدارات، ربما أول أقوى إصدار إحنا صدرناه وطبعناه عندنا في الدار اللي هو الكتاب طواف بوذا للأستاذ، وين نسيته؟ طواف بوذا هي هو الكاتب، كاتب عراقي، يا الله أتمنى إنه ما يزعل مني نسيت اسمه، فاز بجائزة السلطان قابوس لثقافتي والفنون، وتم طبع الكتاب معانا. أطلقت في بعد 6 أشهر من ظهور الجائحة عندنا في دول الخليج مسابقة اسمها كورونا والأدب. جاسم ربما؟ أستاذ جاسم؟ لا لا مش جاسم. أوكي. لا هو راح يسأل. يعني. أوكي. أوكي. أطلقت مسابقة تحمل عنوان كورونا والأدب، هذه أطلقتها العام الماضي 2020. المغزى من المسابقة إشراك أكبر عدد، سبب إطلاقي أول لهاي المسابقة أنه أحد الأشخاص قال لي أنتوا الخليجيين ما تدرون، وأنه ظهوركم في السوشيال ميديا والمنصات التواصل التلفزيون والإذاعة وابلة من أجل البهرجة لا أكثر، وإقامة المعارض عندكم في دول الخليج من أجل بس توضحوا أن أنتوا الشعب يقرأ، بس أنتوا شعب ما تقرأ. على كل أنا باسم فرات اسمه تذكرت. باسم فرات، أنا قلت جاسم معلش قلت بالخطأ. انزين باسم فرات. التعليق ما راح يزعل. باسم طبعا نعم. انزين فأطلقت مسابقة اسمها كورونا والأدب، المغزى منها أن يتحدث كل إنسان في الخليج سواء كان خليجي أو عربي مقيم في أرض الخليج عن أثر الجائحة نفسيا اجتماعيا اقتصاديا في حياته. والحمد لله فازت يعني كثير من النصوص شاركت، والحمد لله طبعاً الإصدار راح يتم إن شاء الله توزيعه قريباً إن شاء الله في المعرض بسبب الجائحة. فقط هذه هي وفاء. شكراً، شكراً جزيلاً وفاء لهذا التقديم، شكراً أشكرك وسوف نعود إليك بالتأكيد. ننتقل إلى الزميلة نجاة نوار، تفضلي زميلتنا نجاة، تعريف عن نفسك كما تحبين. هل أنت هنا؟ أستاذة نجاة، الدكتور أستاذ مرحبا مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحب مرحبا. أهلا مساء الخير، شكرا لهيئة المنتدى العربي الأوروبي، شكرا أستاذ طارق وأستاذة فتحية لجميل هذه الدعوة. تعريف بسيط، سعيدة جدا لأكون معكم هذه الأنسية. أنا أستاذة نجاة تونسية، خرجت المعاهد العليا لتكوين المعلمين، كنت أنا أشتغل خطة أستاذة مدارس ابتدائية لمدة منذ 20 سنة. بداياتي مع الكتابة كانت مع الخاطرة، ثم مع الشعر، أكتب قصيدة المثل، انتقلت إلى القصة القصيرة منذ حوالي 3 سنوات فقط، مدة قصيرة. شاركت، كانت البداية في المسابقات الافتراضية، وشاركت في شبكة التواصل الاجتماعي مسابقات ومنتديات، وشاركت في مسابقات، وكان ترتيب النصوص جيد، وذلك ما حفزني لأنتقل لأشارك في مسابقات واقعية. شاركت، كانت المشاركة الأولى في الملتقى الوطني للقصة القصيرة بمساكن في مدينة تونسية بتونس، ثم في الملتقى الوطني للقصة القصيرة بالضيف، وكانت لي بعض الجوائز، ثم وكنت أيضا أشارك في بعض الأمسيات الشعرية. فقط أصدرت، جمعت نصوصي هذه السنة وأصدرت المجموعة القصصية الأولى بعنوان بقعة حلم، أصدرتها في 2021. سعيدة لأكون معكم.
شكرا جزيلا زميلة نجاة، شكرا جزيلا، سوف نعود إليك بالتأكيد. زميلة فتحية، هل عندك أي تعقيب أو تعليق قبل أن نبدأ مع الأستاذ استبرق؟ أولا أي شكرا طارق على الكلمة. بالنسبة للكاتبات طبعا أنا فخورة بكوني سأقدم قراءات للكاتبات، لأنه عادة تستهويني كثيرا النصوص بين قوسين النصوص الطويلة الآن، وعزفت قليلا عن النصوص القصيرة، فنجاة استبرق وفاء يعني هذه عودة وأنتن القائدات فيها، فشكرا لكن وشكرا مرة أخرى طارق. ولو أنه ثقيل عليا شوية طارق بدون ألقاب لكن أحاول. أشكرك. لا لا طبعا طارق، شكرا شكرا فتحية. طيب الأستاذ صبري، نريد أيضا أن نتعرف عليك، أنت يعني من الوجوه الدائمة المضيئة في المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نريد أيضا أن يتعرف عليك من لم يرك أيضا من قبل إذا فتح مرة هذا اليوتيوب واستمع إليه. تفضل أستاذ صبري. شكرا شكرا جزيلا، مساء الخير. أنا اسمي صبري يوسف، أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم، مؤسس مجلة السلام الدولية عام 2013، أصدر مجلة كل نهاية عام وهي مجلة موسوعية تتضمن الشعر، القصة، المقال، الحوار، أدب الحوار والفن التشكيلي بمختلف أجناسه. أصدرت 83 كتاب في الشعر والقصة والمقال والسرد والحوار وأدب الحوار والدراسات الأدبية. عندي برنامج اسمه من أجل التنوير، لقاءات مع مبدعين ومبدعات في الفن التشكيلي، وعندي توجهات أن يصبح برنامجي ضمن قناة رنج آرت، برنامج أيضا خاص بالأدب والفن والإبداع وكل ما له علاقة في الإبداع. يسرني جدا أن أتابع فعاليات المنتدى العربي الأوروبي، وأشكرك دكتور، اسمح لي أقول لك دكتور، يعني ما أقدر أقول لك طارق، دكتور طيب، وأشكر الصديق العزيز أستاذ حميد عقوبي وكل الموجودين والموجودات، مع عميق مودتي وامتناني لكم جميعا. جزيل الشكر صديقي العزيز. أترك 2:40 للأستاذ حميد ليتكلم إن أراد يقدم أي شيء في هذا المقطع. تفضل صديقي العزيز. أنا الليلة فرحان جدا، أولا إحنا في حضرتك أستاذ العزيز، ثانيا إحنا أيضا كاتبات أيضا وصديقات، ومنهن من شارك سبق في عدد من هذه الفعاليات، وكذلك الأستاذة فتحية هي ليست جديدة على المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وأغلب من حاضرين هنا هم من أصدقاء المنتدى. يعني المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح الذي ربما تعريف بسيط جدا، هو تأسس نهاية 2018، أنا أسسته مع مجموعة من الفنانين والكتاب العرب، وكان عبر الواتساب، وبعد ذلك طبعا له الآن صفة اعتبارية جمعية معترف بها من بداية يناير 2019. أقمنا قبل جائحة كورونا أكثر من 30 فعالية، وحتى أنتجنا يعني أفلام، 3 أفلام، وأنتجنا أيضا عدد من الورش التي كانت حية. ثم بعد ذلك كنا نمارس نشاطنا عبر الواتساب، ولكن بعد ذلك حوالي قبل 6 أشهر بدأنا هذا مع برنامج زوم، وإحنا الآن إلى الآن أنتجنا أكثر قبل هذا الملتقى 106 ندوة وورشة ولقاء واحتفالية وأمسية شعرية. وربما أنتم تعرفون حميد عقبي سينمائي بالأول والأخير، خريج جامعة بغداد، دراسات عليا في فرنسا، ولدي 27 كتاب منشور إلكترونيا، وبعض الكتب أيضا منشورة ورقيا، ولكن مع دار هي يعني تبيع حسب الطلب، يعني موجودة على أمازون أيضا بعض الكتب الموجودة، ولكن سعرهم غالي شوي،
وأكتب للمسرح، أكتب أيضا يعني كما تقول يغريني أيضا بعض جنوني نحو الشعر والقصة القصيرة. هذا هو حميد العقبي. وفي الأخير جاءت كورونا العام الماضي، والآن صرنا سنة تقريبا بدأت مع الفن التشكيلي، والحمد لله أقمت عدة معارض، وإن شاء الله في نهاية السابع من هذا الشهر سيكون لدي معرض مهم جدا في المدينة التي أسكنها، مدينة كون في نورماندي. ونتمنى إن شاء الله، عندي أكثر من 200 لوحة، يا رب يا رب نبيع هيك شوية لوحات. وعلشان هيك نتمنى من إن إحنا أيضا المنتدى هذا أن ندعمه لأن يستمر في هذه النشاطات. إحنا عندنا الآن ملتقى إلى نهاية شهر مايو، ملتقى القصيدة النثر في شهر يونيو من 17 إلى 20، عندنا من 1 إلى 5 ملتقى النثر المسرحي، وكذلك هناك تفكير حول ملتقى أدب الأطفال. هذا هو. جزيل الشكر صديقي العزيز، أشكرك على هذا المجهود الجبار، وأنا أنطق الجيم المصرية طبعا بحكم مولدي، تتحول أحيانا إلى جيم وتنتقل إلى جيم، وهذا هو. شكرا جزيلا لك، وننتقل إلى زميلتنا استبرق لتقرأ النص الأول لها. تفضلي استبرق، الميكروفون من فضلك. شكرا، أتمنى ما يكون طويل، لأن يعني حقيقة تفضلي. إن شاء الله يكون ممتع لكم. هو يتحدث عن مجموعة A ومجموعة B، بلد معين تنقسم فيه، يعني لديه هذه الأفكار نقول نوعا ما العنصرية. السلالة، هل يمكن التعرف على DNA النص؟ حقول النوم لا تهبك الراحة. أردت ألا ترهقي تفكيرك في السؤال المتوحش، فوخزت الأحرف المدببة أراضي عقلك، باحثة عن أتون كلمة تخرج من جوفها أدوات التشكيل فيستقيم المعنى ويشتعل. في الليالي العنيدة غيرت الكلمات، أسقطت الضعيفة منها، سبكت العبارات الغاضبة الجسورة النارية في مديح العظيم، فانتصبت برودة بينك وبين النص، تقضم صحتك على سلم الأيام، تسعلين تعدلين من وضعية شالك، تشدينه لتستدفئي. اتجهت إلى النافذة المتجهمة، وضعت يدك على زجاجها تتوسلين سخونة، نظرت إلى الشارع، وجهك ملصق كبير بعنوان عقم، أسفله خط صغير متوهجة جملة سعارية، احمونا لا سبيل لسلالات مجهولة. اليوم جمعة، يؤوبون من مساجدهم، تلفهم رائحة البخور، تحيط بأصابعهم دهن العود، يتصفحون المواقع المسمومة، تطالعهم شعارات بيع اللقطاء والأعضاء البشرية والحيوانات الضالة، تتعالى نداءات التخلص من منطقة زد، تقفز أرقام شراء وتصدير الأطفال في إغفال ماكر المنشأ، فيبتسمون برضا. طوال كتابتك للخطاب تحيدين نفسك، تخبرينها بأنك ستتضايقين فقط على شيخ منان محاسب فرع الجمعية الذي ينتظر التصويت على تغيير القرار. أخبرك متحاشيا النظر إليك كأنه يعرف مهمتك، تربطني صداقات قديمة معهم. نظرت إلى العرق على حافة طاقيته البيضاء الأصلية، نقوشها الدقيقة الملونة غامقة بالبلل، يلحظ تحديقك، يخبرك خجلا، ورثتها كابن بكر يصمت ثم يكمل بصوت مرتعش، لدي أدل على ذلك. أخفضت رأسك وأنت تحشرين مشترياتك في الكيس كما تدسين فكرتهم في نصك، ثم تم ترشيحك لأفضلية دمك من بين المرشحين،
قال لك الصوت الخشن في اتصاله أن يقع عليك الاختيار هو اصطفاء عال لا مجال للرفض. كنت أن تنفجري ضحكا إزاء كلمة يقع، مفكرة بالمترادفات الغنية، تدهور سقط هوى أتى أحب أهوى انحدر انخفض انزلق انهار برك تردى تزحلق تساقط تعثر تم خر خسف ربض زل كبى نزل نشأ نشب هار هبط هوى يقن تورط. كررتها تورط وشعرت بدوار يطبق بظله يسقط يتسع قطر مفاجآته فلا يذر أحدا دون ملحه المميت. ستكتبين عن دقته فعاليته وأغلبية صادحة رشحت المنطقة الزد للإمحاء إذ لا ترضى البلاد أي بتشويش لسلالتها. تلحظين التحركات الصارمة في حصر الموسومين لكل من تدعي أي من خفاض أسلافهم من قطاع أسلافهم، وتتسرب أقاويل عن ضم السلطات لجماعات ذات ميول مغايرة أو آراء مناوئة في يوم التنفيذ بشكل سري ودنيء، فيزداد إدراكك لعار فعلتك. تجرين شالك ليغطي فمك المر وأكمامك القصيرة تكشف يديك المكبثية. سترتفع ربما سنتيمترا واحدا الأجساد، المركبات، الملابس، الكتب، الأواني، الحقائب الدراسية، الجدران، الألعاب عن الأرض. في رقصة الاجتثاث الأبدية يسحقها العظيم، يستأصلها العنكبوت الخارق، يمتصها من جسد البلاد النظيفة دماؤها، يشلها، تجمد، تغيب زد، تظل جحيما ولا تهبط ولا تعود. تطالعين النص المطلوب، تلتمع عينه الشرسة، تحاولين أن تتحاشيها منذ اكتماله، تكاد تفيض العين البئرية بالماء النتن، تثب منها كلماتك متقوسة مثل مخالب الموجة الكبيرة في كناغاوا، تلتقطك عاليا، تسقطين في هاوية الغروب، هاوية الغرق، وأنت تلمحين قوارب الصيادين المهزومة في اللوحة، يغمى عليك، تستيقظين ملقاة مبللة بالعرق، وبجانبك نثارات قطع خشب. تأكدت من قسوة نصك محتويا حريقه وغرقك لتزداد رغبتك حدة ببتر أمتك له. في الليلة المختارة لتنفيذ اللجنة التنظيمية العليا للتعداد، أحيطت المنطقة زد بمجال مغناطيسي يجذب الصاروخ العظيم لدكها، السلاح الجديد الذي احتاج رقية دمك ونصك الغاضب محتفيا بساعة انطلاقه، شاحدا المبررات، ناصبا التهديدات، باطشا بهم وبك، باهرا كما قال لك الصوت الخشن، ومظلما كما تقول نفسك. نص كلماته ليست أنت، وتدل عليك شفرته الأسلوبية. في اللحظة المحددة عبر شاشات كبيرة رصدت زد الأعين الإلكترونية مجاميعا قليلة زوم تلاحق أناسا متفرقين يهرولون للتعاضد مع السكان أو للانتحار من بؤس العالم. التقطت امرأة تسابق إغلاق الأبواب تدلف داخل آخر البوابات ويسقط شالها خارجا. صوت ارتفعت الهتافات، زاد الصراخ الهستيري عند اقتلاع المدينة من الخارطة بوميض خاطف. لأسابيع عدة انهمك الأطباء الأنف والأذن والحنجرة في إبداء الاستشارات وفي توفير العلاجات لطنين لحق انفجار العظيم ولرائحة كريهة خصصت لتعقيم البلاد لتحل الحرارة اللاهبة والدائمة. يا أصدقائي، لم يعد أحد يدخل البلاد إلا أصيب بالرنين والغثيان المستمرين، وقد كنت محظوظا بهربي قبل الحدث. هز شيخ منان معتمرا طاقيته يقلده أصدقاؤه موافقين. تم النص.
شكرا استاذ لكم. بس جميل. شكرا. لا نسمعك دكتور. الصوت استاذ طارق مغلق عندك. عفوا انا اغلقت الصوت عشان لا اسبب اي ضجيج. شكرا جزيلا استبرك على هذا النص البديع، نص انساني جميل حقا، ويناسب الدعوات العنصريه الموجوده ليس في الغرب فقط، نحن في كل مكان نقابل ونلتقي بهذه الدعوات العنصريه الجهوره، والدعوات ايضا الصامته، والدعوات ايضا الى تصنيف البشر الى اي و بي وإلى زد إلى آخره. نص جميل يقدم أيضا ما نراه أيضا في عالمنا الآن، يعني حتى الأسابيع القليلة الماضية ما يحدث أمامنا في الأراضي المحتلة وفي غزة، هو رغم أن نصك مكتوب بالتأكيد في فترة سابقة لكل هذه الأشياء، ولكن المعاناة الدائمة الموجودة في الأراضي المحتلة وفي فلسطين بكاملها يناسبها هذا النص، ويناسب هذا النداء الأوروبي العنصري المتسرع العقيم الذي نجابهه بطريقتنا وبكتابتنا. أعجبني النص، وفي هناك كلمة قصيرة سوف أقول، وضعت كلمة أحب ضمن كلمات هوى ووقع وانزلق وإلى آخره. أعجبتني هذه اللفتة، لأن دائما نقول الحب هو سمو، والحب هو علو، والحب هذا إلى آخره، ولكنك اخترت أن تضعيها بين الوقوع وبين الانزلاق وإلى آخره. أعجبتني هذه النقطة، ويهوى أيضا، يهوى من الهوى أيضا. سوف أعود لهذه النقطة بالتأكيد لاحقا. النص جميل، النص مشرق، شكرا جزيلا لك، ولكن سأترك الحديث التفصيلي لزميلة فتحية دبش. تفضلي فتحية. شكرا استبرق على هذا النص الجميل، وشكرا طارق أيضا على هذا التعقيب، وهو سيكون لي أيضا فيه قول. النص فعلا جميل، يعني أنا اخترته عندما أردت الكتابة عن كتابات صديقاتنا، اخترت عنوة لأن العنوان يعني جميل لافت، وهذه هي مهمة العنوان سلالة، لأن العنوان هو طبعا بوابة كل النصوص. وثم ربط هذا النص بواقعه الأدبي وكذلك بواقعه الإنساني وكذلك بالثيمة الجامعة التي أريد من خلالها تقديم قراءة لهذه النصوص. وكما قلت الثيمة الجامعة هي هوية النص وهوية الكاتب. أريد أن أفتح هنا قوسين وأقول أن اختياري لثيمة الهوية كنت في البداية سميتها ثيمة جندرة النص، ثم عدت إلى الهوية لأني أجدها أكثر يعني شمولية، وهي فيما فرضت نفسها علي تقريبا في نهاية ملتقى القصة القصيرة الذي نظمه المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، والذي كنت شاركت فيه ذات أمسية أيضا أدبية. وكان هناك سؤال في ختام الملتقى السابق من أحد الأصدقاء، لا أدري النقاد أو الكتاب، لا أدري بالضبط، وإنما أتذكر أن هذا الاقتراح كان يقترح إنشاء ورشة للكتابة النسائية والكتابة النسوية. وأنا أعتقد أنني عندما استمعت إلى هذا السؤال أعتقد أنني فهمت أنه هناك لبس حاصل بين مصطلحي أدب النسائي أو أدب المرأة والأدب النسوي، وهي في الحقيقة مصطلحات يعني مستقلة، أو على الأقل المصطلح الأدب النسائي مستقل عن مصطلح الأدب النسوي، بينما الأدب النسائي أو أدب المرأة يشيران إلى نفس
الكتابة. إذن هذه هي هذا هو سر اختياري لثمة هوية النص، هوية الكاتب، وأغلق القوسين. أعود إلى نص سلالة لاستبرق. أولا أعتقد أن هذا النص أنا قرأته على أنه نص تجريبي بامتياز. لماذا نص تجريبي؟ لأنه هناك اشتغال على لعبة الضمائر، هناك الاشتغال على لعبة الضمائر، كأن السارد أو المتكلم يوجه خطابه إلى الأنت، ثم يوجه خطابه إلى القارئ فيقول عنها، عن التي كان يسميها أنت يقول عنها هي، ثم يأتي دور الشيخ المنان في نهاية النص ليتحول هو أيضا إلى متكلم بهذا النص. يعني على قصر أو على صغر المساحة النصية نلاحظ تلاعبا بضمائر السر، وهذا بالحقيقة أعجبني كثيرا، لأنه والناقد لا يجب أن يقول أعجبني، ولكن أنا هنا أجازف بهذه بهذا التعبير، يعني عن ذوق خاص طبعا في التعامل مع هذا النص. فأقول يعني لعبة الضمائر هنا تشي أولا بقدرة النص على أن يتابع أو أن يتبع الضمير، يعني ضمير السر. فنتحول من هذا الكلام الموجه إلى أنت، وهي في صدد بصدد إنشاء هذا النص، بصدد توليد هذا النص. وكذلك نلاحظ أيضا عندما يتحدث عن ها أيضا يتحدث عن النص، يعني موضوع الخطاب دائما هو هو، وهو النص كمولود، ثم النص كدلالة على هذا التتابع وهذا التتالي، هذا التوالي المتعلق بالسلالة وبالسلف والخلف. كذلك المنح التجريبي في هذا النص يأتي من ناحية التضمين، وأنت قد أشرت إلى ذلك طارق عندما تحدثت عن تقديمها لتعريف الكلمة وقع. فهي هنا يعني كأنها، لا أدري بالضبط إن كان ما وضعته هنا هو منسوخ من المنجد أم هو اشتغال على المصطلح وقع، فقدمت المترادفات وقدمت يعني شرح كبير. والنص السردي عادة يعني لا يتضمن مثل هذه الاشتغالات، ولكن هو اشتغال ذكي جدا وساهم في تكثيف البناء القصصي للنص، بحيث أن السلالة ليست فقط تلك السلالة التي نرى أو نظن أنها ارتقاء بالنوع البشري أو بالعائلة أو بالاسم أو بالموروث الذي نرثه في الهوية، ولكن السلالة هي أيضا التحولات كذلك من وقع وهوى، من طلع ونزل، من هذه المتضادات يعني. وهنا طبعا النص يقول لنا أن الثابت في السلالة مستبعد، هو ثابت نظري وليس ثابت تطبيقي. هذا من ناحية يعني الناحية التجريبية. من ناحية ثانية أنا أردت أن أبين أيضا أن الكاتبة في نصها هنا قدمت لنا جملة من الكلمات المفتاحية من نوع نص، من نوع كتابة، من نوع كتبت، وهي يعني أنا لم أقم بحصرها، ولكن هناك كلمات كثيرة تحيلنا على حقل الكتابة كفعل واع بذاته، وهو أيضا تجريب ويدخل في نطاق الميتا سرد، حتى وإن كان ليس لدينا قصة داخل القصة، ولكن لدينا اشتغال على الكتابة على النص من ناحية ما سبقه
وما سيلحق عليه، وهي أيضا وهو أيضا إجراء تجريبي أعطى للنص بعده الغائب إن شئنا القول، لأنه كأن النص هناك نص حاضر وهو نص السلالة، وهو هذا النص حيث الرجل الذي يخرج من المسجد وهي تحيلنا على الموروث الاجتماعي والثقافي، هو يخرج من المسجد هو له عمامة ويؤكد على أنه ورثها عن أبيه، ويعني هذا المجتمع المحافظ أو هذا النسق الثقافي المحافظ الذي يقول بأن السلالة يجب أن تبقى نقية، وهناك النص الغائب الذي يقول أن هؤلاء الناس الذين يصرون على نقاء السلالة هم أنفسهم الذين يزرعون الأجنة بيعا وشراء ورغبة أيضا وتمردا كذلك في أرحام الأخريات الخارجات عن السلالة. فبالتالي إذن هذا الاشتغال، هذا النص الغائب يقول لنا أولا أن السلالة هي محض وهم، لأنه لم يبقى من السلالة غير اسم السلالة، ثم النص الغائب وهو القول بأن هذا الذي يدافع على السلالة النقية هو ذاته من يشوه السلالات الأخرى ويزرع الأجنة هنا وهناك. وبالتوازي، بالتوازي هناك سلالة البشر وهناك أيضا سلالة النص الأدبي، والمعركة بين الخط التقليدي في الكتابة الأدبية الذي يحرص على نقاء النوع الأدبي وبين هذا الاختراق الذي تمارسه الكتابة كفعل إبداعي من ناحية التجريب ومن ناحية تنافذ النصوص ومن ناحية أيضا اللعبة السردية وحتى في اللغة، يعني هناك عذوبة في هذه اللغة التي استخدمتها استبرق، وهي لغة يعني مشحونة وجدانيا فيها الكثير من الشاعرية ومن الشعرية، ولكنها تبقى لغة السرد، ولكنها تبقى لغة السرد. فإذن النص أنا وجدت أن فيه طبعا اشتغال يعني جيد على هذا البعد الإنساني، فيخرج بناء النص من النص المغلق إلى النص المفتوح، وأعتقد أن القراءات في هذا النص هي قراءات لا متناهية ولا منتهية، يعني كما يمكن أن يقرأ حسب قراءتي وحسب تأويلي الذي قدمته الآن، يمكن له أيضا أن يقرأ حسب الأنساق مثلا الثقافية المضمرة، يمكن أن يقرأ أيضا حسب وفاء النص الأدبي لنوعه أو تمرده عنه، يمكن أيضا أن يقرأ من حيث أيضا الوجه النضالي للكتابة الملتزمة، الكتابة التي يعني تنطلق من الإنسان وتنتهي إليه، ونحن كما أشرت طارق أنت في تقديم هذا النص يعني نعايش تقريبا أزمة الهوية اليوم أكثر مما كان يعايشها القدامى الذين كتبوا عنها، لأننا اليوم يعني نحن في صراع هوياتي تقاطعي تقريبا، يعني هناك نضال على أكثر من وجه. فهذا النص إذن هو أراد أن يقدم لنا مقولة خلاصتها أن الجوهر ليس النقاء، والنقاء ليس دائما هو النقاء في نهاية الأمر، لأن النقاء هنا هو فعل انغلاق على الذات، بينما العالم ينزع إلى الانفتاح على الآخر، وهي ضدية تقريبا يعني اشتغلت عليها الكاتبة بذكاء كبير، هي هذه الضدية بين عالم يسعى إلى الانفتاح وفي نفس الوقت يحارب من أجل أن يبقى منغلقا على ذاته،
تماما كما النص الأدبي، تماما كما النقد الأدبي. ودائما أقول هذا بالتوازي، لأن استبرق اشتغلت على هذين المعطيين بالتوازي. كذلك الجمل السردية في هذا النص، وجدت أنه نص متحرك. هذا النص متحرك لأنه مشحون بالأفعال، مشحون بالجمل السردية القصيرة، وهي تقريبا تقانة تأتي من حقل الكتابة الوجيزة، لأنها كتابة تركض ركضا. يعني نحن، وهذا أيضا هناك ثنائية بين الكاتبة وهي تقول أو تفتتح نصها بالليلة الغامقة، الليالي العنيدة، ثم المكان الذي وصفته بالنافذة المتجهمة، وتحيل هذه الكلمات على نوع من السكون، من الموت، بينما النص يضج بالحياة وبالحركة، لأن الأفعال كثيرة، ثم الأفعال الجمل أيضا قصيرة، وخاصة أعتقد في البداية الجمل قصيرة. نعم، تقول: تسعلين تعدلين من وضعية شالك، تشدينه لتستدفئي. يعني هناك تواتر لهذه الجمل، وكأنها تصنع لنا الإيقاع، وهذا الإيقاع هو إيقاع حتى وإن كان في إطار ساكن، هو إيقاع متحرك. وهذا التحرك، هذه الحركة أرادت بها الكاتبة ربما، أو أردت بها أنا من خلال هذه القراءة، هي أن هذه السلالة التي نظن أنها ساكنة ميتة، هي في الحقيقة متحركة، متحولة، تحول هذه الأفعال، تحول هذه الجمل. كذلك المنح التجريبي في نص استبرق كان في توزيع الجمل. يعني أنا لاحظت، لا أدري إن كان هذا التقديم الذي رأيته أنا في الملف الذي وصلني هو التقديم النهائي للنص من الناحية التوبوغرافية أو لا، ولكن أنا لاحظت أنها اشتغلت على التوزيع البصري للنص. مثلا الجمل التي كنت بصدد قراءتها هي جمل لم تكتب متتالية، هي وزعت كل جملة سطر، فهذا التوزيع حتى وإن كانت الجملة تنتهي بفاصلة لنوقف الكلام، إلا أن الكلام يبقى متدفقا، ثم هذا التدفق على مراحل. يعني تقول تسعلين فاصلة ثم تعود إلى السطر. هذا الوقف الذي نمارسه بين السطرين ليس الوقف اللغوي المتعارف عليه، المصطلح عليه عند استخدام الفاصلة، وإنما هو استخدام لشحن الحركة، لتوريط القارئ أيضا في تحريك النص وتحريك القراءة. فيعني النص زاخر تقريبا بمثل هذه الاشتغالات، وهي اشتغالات يعني أعطت للنص هويته الجديدة المتحركة. هو لا يقطع مع النص الموروث، ولكنه أيضا لا يسترسل في هذه الهوية النصية، بل يدخل عليها الكثير من المحسنات في الشكل وكذلك في الثيمة. نعم، هكذا وصلت إلى نهاية وقفتي على نص استبرق، وهو نص، وهنا أقول بصفتي فتحية الكاتبة وليس بصفتي فتحية الناقدة، هو نص أعجبني كثيرا، لأن الناقد لا يمكن أن يقول هذا النص أعجبني أو هذا النص لم يعجبني. شكرا. أستاذ العزيز تسمح لي ثواني؟ طبعا تفضل تفضل. أنا أرحب بالأستاذ زكريا الشيخ أحمد، وهو موسيقي وممكن أن يلطف جلستنا،
ببعض المعزوفات يعني يصير نوع من الغسبيراسيون كما سا يعني يصير نوع من التنفيس. كذلك فقدت أستاذة فتحية وفاء كانت كتبت لي، يعني هي لم ما هو النص الذي اخترتيه لها، فممكن ترسليه لها أو ترسلي لها العنوان أو تتواصلي معها. لا أستسمحك أستاذ حديد، سأحيلها على الشات الذي أقمته. ما فتح الماسنجر، لم يفتح بالملف، فإذا ترسلي لها إياه نص. نص بعنوان جلالته أو جلالته، جلالته، لأني أنا لست ضليعة في التكنولوجيا، وبما أني إذن ممتاز. أفتح هي إذن بجهازي. وفاء، أنت تحضرين هذا النص وتكونين المشاركة الثالثة. دكتور، أنت الآن إذا كان لديك تعليق، وإذا تحب أستاذ زكريا، تعليق بسيط، تعليق أستاذ بسيط زكريا إذا لنستكمل. يلطف لنا الجو ب3 دقائق معزوفة، بحيث نعم، يعني سأستكمل فقط في خذ دقيقتين راحتك، خذ موضوع راحتك، استبرق، والأستاذ زكريا ونستمع يلطف بكل سرور إلى الأستاذ زكريا ليكون فاصلا جميلا بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. خذ فترة. في عجالة أقول أن يعني بداية نص استبرق جميل، كما هي بدأت تقول هل يمكن التعرف على دي إن إيه النص؟ يعني هذه بداية حولت فيها النص أو جسدت النص أو جعلت النص كجسم بشري يعني مجهول، والحديث أصبح فيه عن السلالة والانتقال إلى العنوان الأساسي. ف يعني كما قالت الزميلة فتحية أن مسألة خلط السلالات النقية التي تحدث، يعني هناك كذبة كبيرة بأن السلالة هي سلالة نقية، هذا غير صحيح، لأن هذه السلالات تحاول استكمال حياتها بأعضاء الآخرين المكروهين، يعني نستكملها لكي نعيش، لكي تعيش لفترة أطول. وأعود إلى فتحية وأقول، هي قالت أعجبني على مضض، يعني لم تحب أن تقول أنا أريد أن أقول أعجبني، لا بالعكس، أنا أتذكر قول أستاذنا الكبير الدكتور محمود الربيع، أستاذ الأدب الحديث السابق بالجامعة الأمريكية في مصر، كان يقول يعني أن هناك ليس هناك حياد تام مقابل النص، يعني أنت كناقد أنت تحب النص، ومحبة النص محبة النص حتى لو أن هناك هنات في النص وتريد أن توضحها، فهذه أيضا محبة النص ومحاولة لتقديم هذا النص للجمهور، هذا أيضا من المحبة ومن الاهتمام. هذا هو كلامي، أشكر استبرق، شكرا جزيلا على هذا النص، والشكر الجزيل على الإضاءة الرحيبة لزميلتنا فتحية، ونستمع الآن في هذا الفاصل إلى الموسيقى. تفضل. شكرا استبرق. سنعلق لاحقا. طبعا طبعا طبعا. مساء الخير للجميع، بارك الله بكم. أهلا وسهلا. أنا الآن جيت من الشغل أخي حميد. تفضل زكريا، احنا مشتاقين لك، يعني خذ لك تحياتي للجميع. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بك. اهلا استاذ زكريا. واحنا ننبه ان شاء الله ديوان الاستاذ زكريا الشيخ احمد سيوقع في المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح في بدايه شهر يونيو، وانتم جميعا مدعوين، لان زكريا يمن علينا كلنا، يعني هو صديق الكل. بارك الله بك، بارك الله بك، يعطيكم العافيه. Thank you.
شكرا جزيلا. شكرا. حياك شاعرنا. لك الشكر الجزيل. نعود إلى الأستاذة استبرا، كان لها تعقيب أو تعليق على ما قيل، تفضلي استبرا. حقيقة أنا فقط حبيت أن أشكر طارق الطيب والأستاذة وفتحية. ما في ألقاب. فتحية يعني على قراءتهم للنص وعلى يعني تقاطعهم معه النقدي. الجملة اللي ذكرت فعلا هي أنا وضعتها اللي هو مرادفات اللغة، أخذتها من الإنترنت في الواقع، لكن حافظت على بعض الكلمات مثل لأني أردت أنها تكون موجودة، ما يعني ألغيتها، لذلك بقيت أحب أهوى الأمور. بالنسبة لي مثلا ما ذكرت فتحية، يعني أنا يعني غالبا أحاول دائما أن يكون النص يعني خلينا نقول حمال أوجه، فممكن مثل ما قلتي ذكرتي في كثير من النقاط اللي ذكرتيها صحيحة، وفي بعض النقاط يعني أضفتي إليها، وأنا أشكرك جدا على أنك يعني أحببت النص وأكيد أنت بذلتي جهدك في كل النصوص بهذه الطريقة، وهذه الحيادية والمحبة يعني شيء حقيقة يعني من كاتب إلى كاتب، لا نقول من ناقد إلى كاتب، شيء أعتز فيه. وشكرا لك جدا، لك طارق طيب. لك شكرا جزيلا. الشكر لك، شكرا. نصك هو الذي أخذنا إلى هذه الأمكنة. في تعليق قصير أستاذ صبري يوسف، إذا كان لك كلمة تفضل قبل أن ننتقل إلى زميلتنا، تفضل. شكرا. أشكرك يا صديقي، وأشكر السيدة القاصة فتحية والقاصة العزيزة كمان اللي قرأت استبرق رحمة القصة. أنا بدي أتوقف عند موضوع البناء الفني وبعض الملاحظات التي عندي أو وجهات النظر. الحقيقة عندما كنت أسمع القصة كنت أشعر وكأنها ترسم لوحة أو استعانت بالأستاذ حميد وتكتب سيناريو قصة قصيرة، ونصها يعني كان فيه من التجلي ومن التدفق والقطع،
يعني هي تتدفق تكتب باسترسال بشكل مستفيض، وكل جملة يعني لها خصوصيتها، أحيانا يلمس المتلقي وكأنها لا ترتبط مع الجملة التي يليها ولكنها ترتبط بشكل فعال جدا من خلال البناء الفني العام. فأنا أعتقد وأرى بأنه نصها هو نص تجديدي ونص حداثوي ونص فيه الخروج عن المألوف. لم تكتب قصة ذات حكاية سردية عابرة، هي كتبت فكر وجهة نظر وتركت بين سطور إسقاطات ومدلولات وتأويلات عديدة، وهذا طبعا يحسب لها، وبلغة جدا بسيطة ومعبرة. وأنا ربما أختلف مع الأستاذة فتحية عندما ركزت على الجانب التجريدي. الجانب التجريدي في فضاء القصة ليس بهذا الإيقاع. التجريد غالبا اصطلاحا يطلق على التشكيل عندما يكون تهويمات لونية وتشكيلات لونية غالبا ما تكون غامضة، وإنما ما جاء في نص القاص الاستبرق لم يكن غامضا، يعني اللبيب الناقد القاص المتعمق في فضائه يصل إلى تلافكه. هاي نقطة. النقطة الأجمل ما يعني استهواني هو إنسانية النص، هي أرادت أن تصب بعدا إنسانيا، مثل ما قال الدكتور لا يوجد إنسان وسلالة صافية 100%، وأنا أيضا دعيت إلى هالنقطة. الإنسان هو إنسان وخليط من دماء هجينة، وبدليل نقطة جديدة، أحد الأصدقاء قال أنا زوجتي عملت فحص الدي إن، هو سرياني سوري لزوجته، وقالوا طلع الدي إن عنده جذور أفريقية، هو من بلاد الشام، يعني جذور أفريقية، جذور يمنية، جذور من القوقاز، جذور عبرية يهودية، جذور هندية، جذور أوروبية، هو من الشرق الأوسط السوري. فإذا نحن كبشر علينا أن نركز على البشر، وهذا ما أشارت إليه القصة. أحييه على هذا العمق في الطرح، والحقيقة النص لا يتحمل كل هذه الرؤية ولكنها حاولت جهدها وتوفقت. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ صبري يوسف. وإن كنت قد فهمت أنا من مسألة التجريدية التي قالتها زميلتنا فتحية، إن موضوع الغموض هو في غموض السلالة، يعني غموض مسألة السلالة وتجريديتها، وليس إنما نص استبرق صحيح، نص واضح ومفتوح، ولكن هذا أنا ما فهمته، ولكن ربما تقول فتحية شيئا في هذا. ممكن توضح لي، ممكن أنا فهمت عليها غلط، ممكن تفضلي أستاذي. شكرا أستاذ يوسف على تعقيبك الجميل، يعني لكن أنا لم أستخدم التجريد، أنا تحدثت عن التجريب بالباء. العفو، أنا أسف. أنا أصعب النقطة، أصعب هذه الملاحظة كلية. لا، هو بالنهاية نحن متفقان، يعني لأني أنا تحدثت عن التجريب. نعم نعم. وليس بالبقى. عن التجريد بال. نعم ليس نعم. عن هو نص تجريبي ونص تجديدي بامتياز بلا شك. نعم. شكرا. لأنه هو فعلا نص تجريبي بالباء، تجريبي وليس تجريدي. لم أتعرض لمسألة التجريد، لأنه هنا بالفعل يعني ليس لدينا يعني مؤشرات عن التجريد بالدال، وإنما النص تجريبي بامتياز. والتجريب هو في الحقيقة نحن نحاول دائما أن نلصق التجريب بالحداثة، في حين هي ليست الحداثة التي نقصد بها الزمن اليوم، وإنما هي حداثة النص عن نص سبقه. فالتجريب هو التجريب، هو التجريب دائما، ولكن التجريب الذي نشتغل عليه اليوم مثلا يختلف عن التجريب الذي اشتغل عليه مثلا في بداية القرن. فهو تجريب بالنسبة للتجربة التي سبقته، ولكنه حداثي بالنسبة للتجربة التي سبقته، ولكنه ليس بالحداثة المطلقة يعني.
ونص استبرق الحقيقة هو نص تجريبي يقال فيه الكثير. وأنت ذكرت أيضا مسألة الألوان كأنها تكتب بالألوان بالزبط. كأنها تكتب بحواس أيضا بحاسة البصر نحن كأن. وهذا طبعا يدخل أيضا في سمات الكتابة التجريبية التي تأخذ من كل فن بطرف وتخرج لنا نصا تجريبيا جميلا. فنحن في النهاية نتفق طبعا حول براعة هذا النص. شكرا شكرا لك فتحية. أنا أيضا استمعت إلى الكلمة ربما بسبب الأصوات إلى مرة تجريب فعلا وإلى مرة إلى التجريد، وأخذت الكلمة أيضا في رأسي نحو غموض السلالة. أشكرك على هذا التوضيح. أستاذ العزيز أفضل. فقط يعني فقط تنبيه، إحنا مضى معنا ساعة ونص ونحن في هذه الندوة الآن. نعم. يعني ننتقل نص ساعة لكل لإبداع طبعاً. كل واحدة ونريد طبعاً. النصف الساعة الأخيرة طارق الطيب، لأن نحن أيضا أنت ضيف شرف وأنت أيضا شكراً يعني لك. سنستفيد منك كثيرا، ففقط حتى لك. يصبح التوقيت تكون عدالة ما بين المشاركات الثلاث. عظيم. ننتقل إلى الزميلة وفاء السالم، هل أنت مستعدة وفاء؟ وفاء الصوت. الصوت. مستعدة. زين. تفضل. نعم نعم واضح. تفضل. أنا معي مشكلة شوي ما لابس النظارة، فإذا إن كانت ثمة أخطاء فتقبلوها يعني على. تقولي. طيب النص اللي اختارته الأستاذة فتحية هو نص قصصي اسمه جلالته. كنت يتيما لقد أدركت ذلك مذ سقطت عيناك على أصابع قلبي، أدركت بأنك تبحث عن مفاتيح مملكتي، فالحاجة إلى كوخ صغير تأوي إليه من جوع القلب أمر مخيف، لذلك استطعت أن أرى الحفرة التي في قلبك والتي تكبر كلما باغتك شعور اليتم. كان الأمر منطقي يا حبي أن تبحث كجائع عن شيء يقتل شعور الجوع فيك، لذلك اكتفيت بابتلاع دهشتي حين قلت لي آه أين أضع يد قلبي. أي لقاء غريب كان لقاؤنا ذلك اليوم، كيف لم أجازف مسبقا برقصة مجنونة معك. يا لجنون القلب ويا لحماقاته الجميلة، هل غدرك اليتم الآن؟ أم أنك كبرت وشبعت وما عدت بحاجة نكوخ تأوي إليه من يتم المساءات؟ هل كان المكوث في كهف مملكتي مضجر؟ أم أن مفاتيح مملكتي ثقيلة على كتف روحك؟ أتوقف طويلا أمام كرسيك المنزوي في وسط قلب مملكتي، أبحث فيه عن أول انكساراتي فيك، فتأبى الأماكن كلها أن تظهرك جرحا عليها. أي جنون وأي حماقة تعيدني إليك بعد كل هذا اليتم الذي أورثتني إياه. لكنني يا قلبي أعترف بأنك أجمل عاداتي السيئة وأطهرها. أجل أطهرها. فرغم كل هذا البعاد أرفض أن تكون عينيك هزيمة لا، لأن أنوثتي تخبرني بأني أصعب حربا خطها مع نفسك، لذلك ستحاول أن تعيد فتح أبواب مملكتي لتعي بعدها بأن لا مكان يليق جلالتك سواها. سلامتكم. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. شكرا وفاء على هذا النص. عفوا الصفحه غير واضحه. انا ما اقول لك دكتور، عفوا دكتور طارق انا اعتذر بس لا ولا يهمك الاحترام. هو نص قصير ونص يعني يقترب كثيرا من حاله شعريه تكررت فيها كلمه القلب مرات كثيره، بدات باصابع القلب وجوع القلب وحفره في القلب وجنون القلب. يعني أنا شعرت في هذا النص أنني أيضا أقترب إلى نص شعري
أكثر من كونه نص قصصي. هل هذا النص، سؤالي، هل هذا النص مجتزأ وفاء من نص أطول، أم هو كامل النص كما هو؟ أستاذي عبارة عن ديوان شعري جلالته، ففي نصوص شعرية، فيكون بعدين في حوار بين جلالته والأنثى اللي كتبت للنصوص، بعدين شعرية، ففي حوار آخر اللي هو الحوار. إذن هذا إحساسي كان صحيحا. أشكرك جزيل الشكر على نصك الجميل، وطبعا سأستمع إلى زميلتنا فتحية لتحليل هذا النص لأنها قرأته اليوم. أو تفضلي فتحية، تفضلي. شكرا وفاء على هذا النص الجميل أيضا، وكذلك شكرا لك طارق على السؤال، إن كان النص شعري أو نص نثري، لأني في الحقيقة وضعته بين قوسين. أنا اخترته لأني عندما قرأته أعجبني النفس التراسلي فيه، ولذلك أخذته، ولكن لم أقل أنه نص قصصي، وإنما أعتبره رسالة، أعتبره يندرج ضمن أدب التراسل. والأدب التراسل هو طبعاً أدب نثري أو شعري، يمكن أن يكون في شكل نص كما هو الآن نص نثري مسترسل الجمل، ويمكن أيضاً أن يكون نص شعري على شاكلة القصيدة والهايكو أو غيره. ميزة أدب التراسل أنه يقترب من الخاطرة، لأنه محكوم بالتداعي، لأن هناك التراسل الفكري حيث هناك فكرة ويعني يشيد حولها النص، وهناك التراسل الوجداني وهو عبارة عن قراءة القلب، وقد تكررت كلمة القلب كثيراً في هذا النص، وهي تعتبر كلمة مفتاحية للنص. التكرار لم يسئ إلى النص، رغم أنها تكررت لم يسئ إلى النص، وإنما التكرار موسق النص، على اعتبار كما قلت أن هذا النص هو رسالة وجدانية. وطبعا أدب التراسل ليس فيه قواعد كثيرة كالقصة القصيرة مثلا أو الرواية أو، فالأدب التراسلي هو عبارة عن يعني هناك نوع من التداعي، هناك نوع من وصف الحالة الوجدانية، هناك أيضا لغة مشحونة بالبوح كذلك. وهنا النص إذن لا يمكن طبعا أن نحكم عليه حكم القصة القصيرة، وإنما نحكم عليه حكم أدبي التراسلي. أدب التراسل من خلال نص جلالته، أولا يعني هي وفاة كتبت جلالته، وكأن الكاتبة امرأة أو رجلا، هو في الحقيقة امرأة تبدو من خلال النص، كأنها تحدثنا عن موضوع خطابها. موضوع الخطاب هنا هو جلالته، فهناك تفخيم، هناك تعظيم لهذا الموضوع. ثم العنوان إذا تقول جلالته، ولكنها في جسد النص، في بطن النص تقرر أن توجه الخطاب أو توجه الرسالة إلى هذا الجلالته، موضوع الخطاب الذي هو أقدره أنت، وهو الحبيب طبعا. فهناك أيضا اشتباك في الأزمنة، لأن النص التراسل الوجداني ليس نصا خطيا، ليس نصا ينطلق من النقطة A إلى النقطة B مثلا، من صباح هذا اليوم إلى مساء هذا اليوم، رغم أنه اليوميات وهو أدب يقترب أحيانا كثيرا في مسألة التداعي مع أدب التراسل، يقتضي أن يكون الزمن خطيا، لكن في الأدب التراسلي ليس ذلك بالقاعدة، يعني الزمن يمكن أن يكون متكسرا متشظيا، على اعتبار أن الحالة الوجدانية هي التي تكتب وتنكتب وليس حالة الفعل. فيعني أن الحالة الوجدانية هي التي تتحكم بحضور الزمن، قد يكون هذا الزمن خطي، قد يكون هذا الزمن
يعني حكيم الفلاش باك استرجاعي، وقد يكون هذا الزمن متشظي فيه تقديم وتأخير فيه، لأنه متعلق بالأحاسيس باللحظة الشعورية والأمتنة. طبعا النص لا يحيلنا على مكان، فقط المكان هنا هو القلب، على اعتبار أن القلب هو بيت الحب، هو المكان الذي تترعرع فيه المشاعر فتحيا أو تموت. والرسالة هنا في هذا النص يعني هيمن عليها قاموسان. هناك قاموس اليتم والجوع والتشرد والقتل، كأن الحب يصبح مادة غذائية، نجوع فنأكل، فأيضا نجوع فنحب. فهكذا أنا قرأته، يعني هناك هيمنة لهذا القاموس، فتحول يعني الحب من مجرد حالة شعورية إلى مادة تمكننا من الاستمرار في الحياة، أو أيضا الحرمان منها يؤدي بالإنسان إلى الموت. عندما نأكل لأننا نجوع فنحن نأكل حتى نتفادى الموت، فهنا نجوع فنحب حتى نتفادى الموت. والموت هنا أيضا له دلالته المادية التي هي انتهاء الحياة، وله أيضا دلالته المعنوية هي انتهاء حالة الحب. فالقاموس هنا قلت يعني مشحون بهذه الدلالات. ومن جهة أخرى هناك قاموس ثاني يقابل قاموس الجوع والموت والتشرد والقتل، والقاموس الثاني يتعلق بالجنون، المجازفة، الرقص عفوا الرقص قلت، وكذلك الوعي. عفوا سأقطع قليلا. تفضلي. ألف لا بأس عليك أستاذة فتحية. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نواصل معكم هذا الماراثون ملتقى الإبداعات الصرفية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. نحن الآن مع الورشة السادسة ومع هذا التألق الجميل جدا والكبير جدا في حضرة أستاذنا القاسو الروائي طارق الطيب، وفيما سمعناه ألف لا بأس عليك. الظاهر عين محروسة من كل عين، رح أعمل لك حجاب يا أستاذة فتحية. شكرا لك يا أستاذ حميد، ليت الحجاب يعني ليتني أؤمن به فأناله. لا بس مني غير أنا حجاب يعني فيها مدرب. شكرا جزيلا، هو العفو لأني مريضة قليلا يعني بعض ألف الشيء. سلامات. لم أشاء الاعتذار. أعود إذن إلى تحليل هذا النص. قلت هناك قاموس أيضا الجنون والمجازفة والرقص والوعي، وهذا يحيلنا على السياق الثقافي أيضا للنص لأدب التراسل، خاصة عندما تكتبه المرأة للرجل في الثقافات التي تهيمن عليها الذكورية مثلا. فالحب يصبح هو حالة وجدانية طبيعية عادية، ولكن في هذه الثقافات يصبح ضربا من الجنون، من المجازفة، من الرقص أيضا. والتعبير هنا تعبير الرقص وتعبير الجسد، حين أنا أسميه حين تطرب الروح فينجن الجسد. والحب تقريبا هو هذا، أن الروح تتلبس بالروح الأخرى ولكن الجسد يعبر. وقد تحدث ابن حزم مثلا في طوق الحمامة كثيرا عن يعني الحب وتأثيرات الحب وتعريف الحب، وكيف أن الجسد أداة ناطقة لهذه الحالة الوجدانية، فينعل أحيانا
عندما ينتهي هذا الحب وينتشي ويزهر عندما تصبح هذه الحالة حالة حياة إيجابية. فإذا القواميس هنا يعني باختصار هي قاموس الحياة وقاموس الموت. ففي الرسالة المرسلة التي هي المرأة ترسل هذا الخطاب إلى موضوع رسالتها المرسل إليه طبعا وهو هذا الحبيب، وهي تستعمل أيضا لغة مهمة، لغة العراء ولغة الإيواء. فكأن القلب يصبح هذا البيت الذي يأوي إليه الحبيب وقد كان عاريا عندما كان في حالة غير الحب، وسيكون أيضا عاريا عندما يبتعد عنها. لذلك هي افتتحت الرسالة بكنت يتيما، كنت يتيما فأويتك، أو كنت متشردا فأويتك فمنحتك الأمان، كنت ميتا فمنحتك الحياة. وتقول له يعني أنك عندما تختار الابتعاد أو تختار الهجر أو تختار الانفصال فأنت ستعود يتيما. وهنا الحالة الوجدانية، الحالة الشعورية، وهي حالة الحب الأنثوي بين قوسين، على أساس أن الرجل والمرأة يعني لا يتعاملان مع الحب بنفس الحساسية بنفس الطريقة، لكل منهما يعني طريقته في الحب. فالمرأة كثيرا ما تقرن فعل الحب بفعل الأمومة، وغالبا يتحول الحب إلى نوع من الأمومة التي تمارسها المرأة على الرجل، فهي تظن أنه عندما يبتعد عنها فهو عار، فهو متشرد، فهو يعني يتيم. وهنا الأمومة ليست الأمومة المادية التي نعرفها كوظيفة، وإنما هي كحالة شعورية أيضا، حالة وجدانية. فهي تريد أن تقول له، فلسفتها في الحب تريد أن تقول له كيف أن هذا اليتم هو في الحقيقة ليس يتمه هو، وإنما يتمها هي أيضا، لأنه هي أيضا تعتبر أنه إذا كانت هي تمارس أمومة في حالة الحب فهي تعطيه أيضا وظيفة الأب في حالة الحب. وهنا يعني هناك نوع من الفلسفة في الحب التي طبعا هنا لا أقول أنها تتجاوز فلسفة ابن حزم في طوق الحمامة، وإنما أقول أنها تجاوره وتضيف إليه، حتى وإن كان يعني المقارنة بين النصين لا تجوز، على اعتبار أن طوق الحمامة يعني كتاب كامل، ونحن هنا أمام رسالة، أمام النص مجتزأ يعني. فإذا الحالة هنا أيضا حالة حرب، كأن الحب في هذه الثقافة هو أيضا الحرب، الحرب ليس فقط مع الذات، وإنما الحرب مع الواقع، والحرب كذلك مع الحبيب. وهي قالت بصراحة يعني في النهاية هذه الحرب التي ليس فيها منتصر، هي فيها دائما الانتصار لا يكون إلا ثنائيا، أما الحل الفردي فهو خسارة مهما كان مهما كان الفعل يعني اختياري أو اضطراري. فبالتالي يعني هي رسالة قصيرة تكررت فيها الكلمات كثيرا، ولكن هذه الكلمات هي كلمات يعني ذات دلالة كبيرة، فأحالت على علم النفس، أحالت أيضا على كما قلت فن التراسل، أحالت على فن الخاطرة، أحالت كذلك على كيميائية الحب عند الرجل وكذلك عند المرأة، وهو تقريبا يعني حقل قد يكون يعني يعني موجود بين حقلين إنساني وعلمي كذلك، على اعتبار أن نظرية الحب ليس فيها قول يعني نهائي علميا ولا حتى
أدبيا يعني إنسانيا، لأنه في طبعها الكوني تبقى رهينة الحالات الخاصة. فإذن هذا قولي في نص جلالته. ففي في يعني حتى وإن كان يعني هو هي تنصبه ملكا على قلبها، إلا أنها في الحقيقة تسترق منه الأضواء وتقول له أنها هي من تسير دفة هذا الحب، فهو يتيم بغيرها سواء كان قبل أن يتعرف عليها أو بعد أن يهجرها، وكأنها لا تترك له الخيار في نهاية الأمر. وهذا هو الحب الشرقي على نقيض ما يسميه دريدة: أنا لا أحبك كما أنت، وإنما أحبك كما أريد أن أحبك. فالنص يقول لنا هذا، وشكرا على الإنصات. جميل جميل، شكرا شكرا جزيلا فتحية على هذا التحليل البديع الذي يذكرني أيضا وأنا أشد على يد وفاء أن كثير من النصوص عندنا في الألمانية والتي انتبهت إليها منذ وقت طويل تكتب هذه النصوص وبالتأكيد في الفرنسية أيضا بدون تسمية النص، بدون أي اسم، العنوان واسم الكاتب فقط، ويترك هذا النص للقارئ الذي يرى فيه شعرا، الذي يرى فيه حتى مسرح، يقول أن هذا مقطع مسرحي أو هذا مقطع روائي، وتتعدد التأويلات والتفسيرات على هذا النص، وهذا شيء جميل جدا في صالح النص. ليس عندنا في العربية للأسف أن يمكن للكاتب أن يترك النص بدون تسمية. سؤالي الأول: لم يكن يبحث عن تسمية النص من عندك، وإنما كان تساؤل أيضا مفتوح. أشكرك على هذا النص، وأظن أن فتحية قد دخلت في دهاليز النص وبين الكلمات وبين القلب وفي ثنايا القلب بشكل يعني أكثر جمالا مما قلته أنا في البداية. شكرا لك فتحية، ونستمع إلى رد وفاء أو تعقيب وفاء، تفضلي. طبعا أستاذ العزيز، التعقيبات وبما فيها تعقيب وفاء سيكون 8 دقائق بالضبط، لكي ننتقل إلى المشاركة الثالثة نجاة، وبحيث أن احنا أيضا يظل بكل سؤال طارق. تفضل أستاذ العزيز. شكرا. يعطيكم العافية أستاذة فتحية، أنا سعيدة جدا بهذه القراءة اللي حسستني أن أنا كتب نص يستاهل. دكتور طارق كذلك شكرا. تعقيبي أنه أنا سعيدة أن حصلت أحد يقرأ النص بهذه الطريقة الفلسفية النفسية الشاعرية الوجدانية اللي وفاء لما كتبت النص كانت تقصدها، لأنه أنا لما كتبت هذا نشر هذا الكتاب 2017 معظم التعليقات كانت سلبية محبطة على الكتاب، وهجوم مش طبيعي على وفاء أنه أنت كيف ترضين كامرأة أن تكتبين كتاب يحمل هذا العنوان وفيه استجداء عاطفي للرجل. فسبب لي نوع من الإحباط خلاني أتوقف فترة طويلة عن الكتابة. لكن رغم هالإحباط كان أكثر كتب مبيعاً في معرض مسقط 2017 بالمناسبة، حتى ما اعترفوا بهالشيء. لكن أنا سعيدة بهذه القراءة، يعطيكم العافية، وما أقول إلا شكراً شكراً فعلاً شكراً. شكراً لك ولنصك، وأظن أن الخلاف دائماً على النصوص في يعني في صالح النص دائماً. بالضبط. كلما تعددت الرؤى وكلما اختلف الناس على النص، هذا يثبت أن هذا النص حي وأن هذا النص يستحق. شكرا لك وفاء. وهل هناك أي تعقيب فتحية؟ أعتقد أستاذ صابر رفع إيده. إيه عفوا، أنا الصفحة عندي. أستاذ صبري تفضل. تفضل أستاذ صبري. نعم أراك الآن، تفضل. شكرا تفضل. شكرا شكرا جزيلا. رغم قصر النص، رغم قصر النص حقيقة أنا يعني أبهجني ما جاء فيه، وأشكر الدكتور طارق. اسمح لي أنا يعني أطلق عليك الدكتور لأنه أنت دكتور الدكاترة، حول موضوع الأدب الغربي الذي يركز على النص المفتوح. قبل أن أعقب على رأيي في ما قرأته، بالنسبة لي كتجربة شخصية أكثر ما أجد نفسي فيه في الكتابة
هو هذا النوع من الكتابة الذي لا يقيدني بالشعر ولا بالقصة ولا بالسرد ولا بأي شيء، هو نص. هذا النص يدرج تحت اصطلاح النص المفتوح، فيه من الشعر، فيه من القصة، فيه من السرد. حول موضوع ما كتبته وعنونته ضمن عنوان جلالته، يعني أنا استوقفت عند عدة نقاط، وهو أدب التراسل أو أدب الرسائل. هذا الأدب هو من أهم أنواع الأدب على الإطلاق، لأنه أدب الرسائل سواء أنت تخاطب إنسان وهمي من وحي خيالك أو من الواقع، هو أدب حقيقي ينبع من القلب ويصب في قلب الآخر. وبالحقيقة هي كتبت النص لنفسها وليس للحبيب، لأن هي تحتاج أن تكتب هذا النص. وفي هذا السياق أقول الكتابة حاجة حياتية، يعني مثل الأكل والشرب والنوم. عندما نكتب نحن نحتاج أن نكتب، عندما نبدع نحتاج أن نبدع، لأنه يجد الإنسان نفسه متوازنا عبر الحالة الإبداعية. أعود لنقطة قد يعني لم يشر إليها الناقدان، وهو موضوع هناك ما وراء السطور خيط سردي، خيط يتعانق مع روح القص. وحقيقة هذا النص لو أي قاص حرفي وبما فيه هي تكتبه نصا قصصيا فيه كل شروط القص، لأن الرؤية موجودة، التدفق موجود، الحدث موجود، التحليق موجود، زائدا عند اللغة شفافة، يعني ما بين السرد والشعر والقصة والتأملات، ثم أنها جنحت إلى ناحية المناجات. هناك مناجات إنسانية في نصها، هذه المناجات ممكن إدراجها في سياقات القصصية بسهولة. بقي أن أقول موضوع الحلم، هي نص يقوم على الحلم، يقوم على الحلم المضمر عندها وعند الآخر، وعندما تخاطب الآخر وكأنها تخاطب ذاتها، وكأنها تطلب من الآخر أن يخاطبها، وهي دعوة لأن نحب بعضنا بعضا، وهي دعوة لأن نتواصل مع بعضنا بعضا، وهي دعوة أن لا نتخوق على ذواتنا. هذا مجمل ما استخلصته من خلال هذا المقطع القصير جدا والمعبر جدا. شكرا. شكرا أستاذ. شكرا جزيلا لك وفاء على هذا النص الجميل. وأستاذنا العزيز حميد، هل عندك أي كلمة تنظيمية؟ أستاذ العزيز، أنت لفت نظري إلى شيء مهم جدا. نحن حتى في الشارع، يعني إحنا في فرنسا أحيانا نجد يعني شباب صغار الكلية أو كذا، فهذول الشباب عندما حتى يقدمون مسرحا، يعني يقدمون مسرحا أنيقا بهذه الومضات، بهذا السحر، بهذه الدهشة، يعني فنجد يعني لا يوجد مثلا حتى مفهوم المسرح غير مفهومنا نحن في العرب، إنه في قصة وفي حكاية وفي رواية وفي بطل وفي كذا. البطل هو هذه الأفكار وهذه الدهشة، وهذا والنص يكون بطلا، فيكون أحيانا يعني حتى غير ليس في المسارح، توجد في المسارح وأيضا حتى في الشارع، حتى يعملون أحيانا مصطبة صغيرة وتجد هذه تصعد وهذا يصعد ويصير هناك هذا ال تألق، هذه الدهشة، هذه اللغة الشاعرية الجميلة جدا، وهذه اللغة التي تجذبك لأنها هي تخاطب الروح. أعتقد أنا أقول للأستاذ زكريا إن شاء الله إذا كان مستعد يكون الفاصل، وبإذن السيد رئيس مجلس طبعا تفضل الرئاسة، رئيس مجلس الرئاسة أن يكون فاصل، ثم ننتقل للأستاذة نجاة لنأخذ نصف ساعة مع الأستاذة نجاة، ويكون معك الختام أستاذ العزيز النصف الساعة الأخيرة. شكرا أستاذ زكريا حبيبنا، شكرا لكم، حوار ممتع على عيني. والأستاذة نجاة تستعد بعد دقائق بسيطة. Thank you.
شكرا جزيلا أستاذ زكريا، جزيل الشكر، شكرا لك. الأستاذة أو الزميلة أو الأخت نجاة نوار، أهلا بك، تفضلي. أهلا، تفضلي. مرحبا مرحبا، شكرا يا أستاذ طارق وصبح فتحية، شكرا لجميع الحضور. سأقرأ النص الذي اخترته أستاذة فتحية بعنوان نجاة. السماء المختنقة بالحمرة القاتمة توقع شرشفها على مضض وتنزلق تدريجيا في الظلمة الراكدة، وفوق الأشياء انتشرت رائحة المساء المزدحمة المليئة بتوقع الماء. يمم قدميه شطر وجهته مبتعدا عن المسالك الترابية الضيقة، سار ببطء حذر بين الأحراش يعدل من موضع الأربطة التي تثبت حمولته الثقيلة حول كتفيه وجذعه بين الحين والآخر. اجتاز لوالب الأسلاك الشائكة منذ قليل، يشحذ ذكرته وبصيرته لتفادي مواضع الألغام، يرصد نجوما بالسماء تكون دليله بهذه الفياف الموحشة التي اعتاد قطعها رقة رجل أو اثنين من رفاق الدرب الشائك. تطالع هي بتوجس وصبر ساعة الجدار التي راحت دقائق ليلها تتمطى وتلسع عقاربها المتثاقلة أنامل القلب وتقدم وجنة الروح. الدقائق فعلا ماكرة مخاتلة، تقفز سريعا كلما اشتهينا تمططها بلحظات السعادة. ألم حاد يشل حركتها فجأة فتتوقف عن التنفس بينما أخذ عرق بارد ينز من كل مسام جسمها ويبلل غطاء رأسها ولحاف فراشها. انتبهي ولا ترهقي نفسك، كانت وصيته ليلة أمس قبل أن يغادر. لساعة المغرب وهي تنحني لتوصد قن الدجاجات بعد أن استلت آخر ما تبقى من كومة التبن ووضعتها أمام العنزتين، شعرت بنخزات أسفل بطنها سريعاً ما تلاشت حين استوت واقفة لدفع الوقت. راقبت دوابها الهزيلة بانحسار وشردت قليلاً ثم ولجت بيتها، تحاول الآن تجاهل وخزات بأسفل الظهر راحت تتقارب ورفساً بجنبها الأيسر يزداد عنفاً، فتغزوها لوهلة بعض السكينة وهي تتحسس بطنها إنه بخير. ثم لا يلبث أن يعتريها خوف يأكل قلبها، لا يمكنني أن الليلة. حاولت إبعاد الفكرة عن خاطرها، إلهي متى يأتي الصباح؟ يتناهى إلى سمعه فجأة أزيز يشق هدوء الظلام، تميز مداركه بجزء من الثانية خطراً وشيكاً يداهمه. يلتفت لرفيقيه وبإشارة من يده يتفرق الثلاثة. توغل غرباً، حس الخطى، ركض متجاهلاً ثقل حمولته، نز عرق غسل ثوبه فالتصق بجسمه، تسارع لهافه، جف حلقه، استبد به العطش. لا وقت لديه الآن ليتوقف ويبل حنجرته برشفة ماء. أضواء الآلة الحديدية تلوح في الأفق، لا شك أنها إحدى دوريات حرس الحدود. تخيل ما ينتظره لو وقع بين أيديه. ضاعف ركضه المحموم، تضاعف ألمها، ما عادت قادرة على التحمل. انحدر في الفيافي وبين الوهاد، ركض، وقع، نهض من جديد. نهضت متعثرة، ضمت فخذيها برعب حين شعرت بسائل سخن يبللهما. ارتجفت انفعالا حين انحنت لتبدل ملابسها الداخلية، فدفق السيل مجددا. أسرعت إلى الباب تفتحه وهرعت إلى جارتها مستنجدة.
أدركت عيناه أخيرا وهبة من نباتات السدر كثيرة الشوك ملتفة الأغصان، فانحدر صوبها، وبينما يسيل الدم من ذراعه وركبته تخلص من كيس الخيش الكبير ودسه بين الأغصان الشائكة. لم يأبه لما لحق بيديه من خدوشه وابتعد يقتلع رجليه بمشقة. أنهكه العدو وعاد يفتك به الهلع وكاد يفتك به الهلع والعطش. اختفى خلفه ضابط رمليته، كتم أنفاسه، حاول أن يخرس وجيب قلبه الذي صم أذنيه، حاولت كتمة أوهاتها تسر على أسنانها فتخرج آهات خافتة تتلوها صرخات صغيرة وصوت تضرع ودعاء يصدر بتمتمة مرتبكة من المرأة التي معها. ها هي تحضر الماء ساخنة ومناشف وعلبة معدنية صغيرة بها ما يلزم. تتتالى التأوهات ويشتد الصراخ، تشد يديها المرتجفتين الحبل المربوط إلى الركيزة الخشبية بالكوخ الصغير وتجذب بتوتر. يعلو الصدر وينزل، يجف الحلق ولا تستطيع إلى الماء سبيلا. تتشنج كل عضلاتها، يشحب الوجه ويغيظ لونه، آهة طويلة مكتومة، ألم مميت يشطر حوضها. يتوقف تنفسها لوهلة، ينزلق الجسم الدافئ اللزج بين فخذيها، تتراخى يداها وتفلت الحبل، تتهاوى فاقدة الوعي. الظلمة بالخارج تتماوج في الهواء وتلتصق بالكوخ أكثر. اختفى بين هضاب الرمل جسما أخفى بين هضاب الرمل جسما منهكا وقلبا يعاند الإحباط. بقي يرقب المكان بتوجس صامت. الصمت صمت مدون جعل الخوف شيئا ماديا ملموسا يجثم على الضلوع يسد مسالك الهواء. ألف هذا العدل منذ أن ساء حال البلدة ونهش ذباب الفقر الأزرق الأجساد وفتت الأرواح. توقفت حضائر البناء أو كادت، وقل الحرث وجف الضرع، فالمطر عزيز بهذا المناخ الجنوبي الجاف. كان يجب أن يحفر في الصخر، استباح المخاطرة يكسب منها ما يعيل الأسرة. يبتلع الخوف والترقب قلبه، هل وجد رفاقه مخابئ أم تراهم وقعوا بين أيدي الحرس؟ ارتفع آذان الفجر من الجامع القريب، تلقفت المرأة الوليدة وعالجت السرة بطريقة بدائية، ثم أعادت كبة الخيط إلى العلبة وتخلصت من الموسى الصغير. لفت الجسم المزرق ببعض المناشف وفركته حتى سمعت صراخه. أسعفت الأم بغسل وجهها وأطرافها ورافقتها من الكوخ إلى غرفتها. خيوط الضوء الأولى تمسح وحشة بيضاء. أزال السكون البارد الخوف. خرج من مخبئه حذرا، بحث عن حمولته، أعاد ربطها إلى جسمه وغض الفقاء. وبالمكان المتفق عليه كان رفاقه بانتظاره قرب السيارة التي أقلتهم إلى بيوتهم. هنأوا بعضهم على السلامة وبنظرات ظفر وبعض همهمات. جلسوا يحضنون حمولة أكياس ثقيلة وأحلام صغيرة. التفت وراءه بعيدة خلف تلك الأسلاك أرض لم تبخل عليه يوما، أشهر عديدة بل سنوات بذلها هناك بمقاطع الحجارة. كان ينحت الصبر قوالبا، يجازى عرقه أضعافا. اقتربت السيارة من العمران، زفر بمرارة على هذه الحافة الهشة القلقة من الأرض بين الحياة والعدم. تتساقط مزح الأيام، أيام لها طعم الملوحة الطويلة القاسية. اقترب من بيته، انتبه شعور أن أمرا ما قد وقع. بالفناء ابتعدت عنه أمه متلعثمة، احتار وهو يحاول فك طلاسم ملامحها. واقتربت منه زوجة أخيه بوجوم بنت أخرى. التمعت عيناه، رفرف قلبه، فوقعت عن وجهه قشرة الخوف القلق. شيء بداخله أكبر من صوت الحياة ملأ كل شيء ومد فيه ضياء. إنه صوت الظفر، أسميها نجاة. شكرا. رائع نجاة، شكرا جزيلا على هذا النص البديع. شكرا جزيلا على هذا التضفير الجميل بين شخص يحمل
حصان، شخص هو يحمل عبئا وهي تحمل عبئا، هو يسير وهي تسير، هو ينظر إلى السماء وهي نفس الشيء. هذا التضافر الجميل بين الشخصيتين، حتى هذا الدم الذي يخرج من هناك دم أيضا عندها هناك. يعني هذا النص حمال كلمات كثيرة وتأويلات كثيرة، وسأترك أولا الحديث إلى فتحية التي بالتأكيد قد حضرت كالعادة كما كان مع استبرق ووفاء. شكرا استاذ، أشكرك جزيل الشكر. تفضلي أستاذة فتحية أو فتحية بدون أستاذ، تفضل. شكرا لكم شكرا نجاة على هذا النص البديع فعلا، وشكرا طارق على إشارة التضفير لأنها تقريبا إشارة يعني تحوصل النص، والنص بديع فعلا لأنه هذا التضفير موجود. يعني النص بصراحة يعني نص جميل جدا من حيث البناء، من حيث الثيمة، من حيث اللغة، من حيث الأسلوب. يعني هو نص قصصي مكتمل، رغم أني يعني أنا لا أريد أن أقول مكتمل لتكون يعني في المقابل غير المكتمل، والمكتمل جميل وغير المكتمل قبيح، لا ليس هذا بالضبط، وإنما أريد أن أقول أن هذا النص فعلا يمكن أن نحاكمه بين قوسين، حكم النص القصصي القصير لأنه احتوى على كل مقومات القصة القصيرة، ولذلك لن أضيف إضافات كثيرة في البناء الفني لهذا النص من ناحية عناصر القصة القصيرة، ولكنني أريد أن أتسلل إلى هذا النص من حيث المركزية والهامش، لأن هذا النص هو نص مخاتل، هو نص مخاتل بامتياز. فأعجبتني أنا، أعجبني الاستهلال كثيرا، الاستهلال فيه شاعرية وفيه دقة، فيه تكثيف يعني جميل جدا، فيه اشتغال خارق للعادة. عندما تقول أنا استخدمت أو أخذت بعض الكلمات من السطر الأول والثاني تقريبا، وقد بدت لي أنها تلخص مسار النص في لحظاته الثلاثة، في لحظة الاستهلال والعقدة والانفراج. فهي تستخدم بقعة حمراء في النص الأول، ثم في السطر الأول عفوا، ثم التأزم أو العقدة عبرت عنها أو عبرت عنها نيابة عنها بالقول ظلمة راكدة. ثم العبارة الثالثة التي أعجبتني أيضا والتي بالنسبة لي أضعها موضع العنوان للانفراج، هي رائحة المساء المزدحمة. يعني هناك تحميل رائع للكلام عندما تقول البقعة الحمراء، البقعة الحمراء، يعني هناك كل منسجم وهناك بقعة تتمرد على هذا الانسجام، على هذا اللون وتكسره، وهي البقعة الحمراء، وبكل الحمولة التي يعني تحملها اللفظة حمراء بمرجعيتنا الثقافية، مرجعية الدم، مرجعية الحياة، مرجعية، يعني هناك يعني دلالة كبيرة لهذه البقعة. ثم الظلمة الراكدة، هذه الظلمة الراكدة، هذا الواقع الذي تحدثت عنه بشكل جميل، يعني أصبحت يمكن أن نتحدث حتى عن جماليات القبح، هو الواقع قبيح لأن هذا الرجل يعني يناضل وهذه المرأة أيضا تناضل، لأن هنا النص هو نص وظائف، النص هنا نص وظائف، فالشخوص لا تحضر بسماتها الفيزيولوجية كأن نقول طويل قصير بدين ضعيف نحيف لا أدري ماذا، وإنما تحضر الشخوص عبر وظائفها. هناك وظيفة الزوج، وظيفة الزوجة، هناك وظيفة الأم، أم الزوج، وظيفة زوجة الأخ أيضا. وفي الثقافات الشرقية تقريبا كلنا لنا نفس التمثل لهذه الوظائف،
فالزوج والزوجة في حالة حرب دائمة من أجل الأسرة، ثم أم الزوج في حالة الرقيب دائما لأنها تستعيد تقريبا بين قوسين قضيبها الفرويدي عندما يصبح لها ابن، وتمارس به ضغطها الذكوري على زوجة الابن وعلى الإناث الموجودات في المنزل في الحرم الأسري، فتصبح هي تمثل سلطة مركزية أخرى، سلطة الذكورة. كذلك زوجة الأخ هي هنا لا تحضر كأنثى، وإنما تحضر كمنظومة ثقافية عندما تقول له بنت أخرى، يعني عليك اللعنة، مرة أخرى ستلد بنتا، ستكون لك بنت. يعني هنا الشخوص تحضر على شكل وظائف، وهذه الوظائف لا تتعلق بالجانب الفيزيولوجي كما قلت، وإنما تتعلق بالجانب الثقافي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب الفكري أيضا، بكل هذه الحمولة الفكرية. ويحضر هذا الزوج كما قلت الذي يناضل في الفيافي، وقد عبرت نجاة في النص كثيرا بالفيافي، السدر مثلا، وهي النباتات يعني في الجنوب التونسي موجودة كثيرة، وتعبر على جفاف المناخ في الجنوب التونسي بصفة خاصة، وهذا الجفاف لا يتعلق فقط بالطبيعة، بالأرض، بالجو، إنما يتعلق أيضا بطبيعة الأشخاص وبطبيعة الثقافة الاجتماعية الجنوبية في هذا المجتمع. فهي ثقافة جافة، عسية، صعبة، فيها الوخز أكثر من اللمسة الدافئة، فيها كذلك الشقاء أكثر من النعيم، والنص بين هذا. ولكن هذا الشقاء وهذا النعيم الذي يتصف به المكان في هذا النص يتصف به أيضا الزمان، لأن هذا الزمان معتم، هذا الزمان فيه يعني كأنه دهليز. ثم هذا الشقاء ينطرح أيضا على الشخصيات، لذلك ظفرت نجاة حالة الولادة، حالة المخاض الذي تعيشه المرأة الزوجة، وحالة أيضا المخاض النفسي الذي يعيشه الزوج. وهنا أنا أعتقد أن نجاة تضيف شيئا مهما للأدب العربي، لأنه عادة قضايا المخاض وقضايا النفاس وقضايا الولادة تتعلق بالجسد الأنثوي وبالوجدان الأنثوي أكثر مما هي تتعلق بالجسد الرجالي وبالوجدان الرجالي. فالأب يصبح أبا بعد أن تصبح الأم أما، ولكن هنا البعد الجغرافي جعل هذا الرجل من خلال أحاسيسه يعيش حالة المخاض وكأنه في جسد زوجته، يعيش معها هذه الحالة. وهنا نجاة تنصف الرجل، لأن غالبا ما نقول أو نصف الرجل بالقسوة في علاقات الزواج، في علاقات الحب، حتى في علاقات الأبوة، غالبا ما نصفه بالجمود الوجداني الشعوري، ولكن نجاة هنا تنصفه وتقول أن النفاس قد يتعلق فيزيولوجيا بجسد المرأة، ولكنه نفسيا يتعلق أيضا بالرجل. فكما تلد المرأة مولودها وتصبح أما، يلد أيضا الرجل مولوده ويصبح أبا. وفي هذا كما قلت تجاوز للنظرية الجندرية التي ترى طبعا في مسألة الولادة، وكأنها تختص بجسد الأنوثة ولا تختص بكينونة الأب والأم. التضفير أيضا يرصد هذه الانفعالات. أنا أعجبني كثيرا هذا الانتقال السلس،
بين الحديث عن الزوجة والحديث عن الزوج، الحديث عن الزوج والحديث عن الزوجة، كأننا نتحدث عن شخصية واحدة، ولكن هذه الشخصية الواحدة بوجهين، وجه أنثى ووجه ذكر. هناك مشهدية عالية أيضا، هناك كأننا بصدد النظر إلى لقطة سينمائية أو إلى شاشة مزدوجة، يعني فيها صورة تاني، أو إلى يعني هذه الحركة المتزامنة بين الرجل والأنثى، وهنا يغيب النوع في نهاية الأمر وتحضر الكينونة، تحضر الوظيفة الاجتماعية. حتى العنف عندما تصف عنف اللحظات، لحظات الولادة، هو ذات العنف الذي يتصف به المكان، يتصف به الزمان، وتتصف به الشخوص، ويتصف به الأحداث. أعجبتني كثيرا مقطع قصير عندما تقول: انحدر في الفيافي وبين الوهاد، ركض، وقع، نهض من جديد، نهضت متعثرة، ضمت فخذيها. يعني كأننا بصدد مشاهدة جسدين في جسد، فعلين في فعل واحد. ويعني هناك براعة فعلا في هذه المسألة. ثم هذه البراعة اتسمت أيضا في استخدامها للأفعال. الأفعال كلها أفعال حركة، كلها أفعال متحركة، والزمن الذي اخترته هو زمن ماضي صحيح. عندما تقول انحدر، وكأنه زمن ماضي منتهي، ولكنه زمن ماضي متجدد. يعني كأنه كلما قرأنا انحدر نرى حركة الانحدار، وكلما قالت ركض رأينا حركة الركض. وهذه يعني كما قلت يعني براعة في البناء. كذلك اللغة، هي لغة بسيطة، لغة سهلة، بعيدة عن التقعر اللغوي الذي نراه في الكثير من النصوص التي تريد أن تدعي النمذجة، وتريد أن تدعي العبقرية. وفي نهاية الأمر النص السهل أو اللغة السهلة هي اللغة التي تحمل الكثير، هي اللغة اللي نسميها بالفرنسية جينيريك، يعني هي لفظة ولكنها تحمل الكثير، لفظة بسيطة ولكن لها دلالة عميقة وكثيفة. وهذا هو النص نجاة. ثم هذا النص هنا نص مخاتل أيضا، نحن نقرأه على أنه قصة قصيرة. السارد هنا يستعمل، عفوا، الكاتبة هنا استعملت هو للسرد، فالضمير السرد هنا لا يحيلنا لا على الشخصية ولا على المؤلفة ولا على أي شيء آخر غير فعل السرد. ف يعني ليس له ملامح نوعية ولا ملامح يعني فيزيولوجية ولا غير ذلك، وإنما هو ضمير سرد وانتهى أمره. فيحدثنا عن هذه الولادة، يحدثنا عن هذا الأب الذي يصارع في الفيافي، يحدثنا عن هذه الأم التي هي بصدد ليس فقط ولادة المولودة، وإنما ولادة أيضا الأمومة في ذاتها. ولكن يأتينا النص بكلمة واحدة في نهاية النص فينسف كل ما قلناه، الكلمة نجاة، الكلمة المفتاح التي تنسف فعل السرد كله، وتدخلنا لا في النص القصصي وإنما في النص السير ذاتي. النص السير ذاتي الذي كتب على شاكلة الأيام في طه حسين عندما يتكلم عن نفسه بضمير الغائب، ثم النص السير ذاتي وبذكاء مفرط تحيلنا الكاتبة على فعل نجاة، من حيث هو فعل النجاة، لأن الولادة هي ليست فقط نجاة الأم من الموت، لأن كل نفاس فيه الحياة والموت بالتوازي، ولكن أيضا فيه نجاة الأب
من حيث أنه عاد بعد يعني شغله في الفيات، ثم هناك نجاة المولود الذي نجا من الموت أيضا فأصبح حيا، ثم هناك الإحالة نجاة على اسم المؤلفة، وهنا اللعبة المخاتلة السير ذاتية، وهي لعبة يعني بصراحة لعبة محترفة، لعبة جميلة جدا. وعندما نقرأ هذا ونرى أننا بصدد نص سير ذاتي، نعود لقراءة النص، فإذا بنا نقرأ هذا النص كيف ترى نجاة المولودة التي كانت تقريبا مرفوضة من قبل المجتمع، من قبل الهيمنة المركزية الذكورية، لأنها بنت أخرى. هذه الولادة المولودة التي ولدت في زمن سابق تولد اليوم أيضا وتلد نصا سير ذاتيا تنصف فيه نفسها من فعل المركزية، تنصف نفسها فيه من فعل الذكورية الذي مارسته زوجة الأخ، من فعل الذكورية الذي مارسته المنظومة الثقافية بشكل عام. وبهذه الكلمة أيضا تخرج بنا نجاة من نص قصصي مركزي تقريبا إلى أدب الهامش، وأدب الهامش الذي فيه الاحتجاج على هذه المنظومة المركزية، والمنظومة المركزية ليست فقط منظومة ذكورية أبوية، ليست فقط ضحيتها المرأة وإنما ضحيتها الرجل أيضا، لأن الرجل أيضا في دوره كرجل كذكر يطلب منه أن يكون كذا، ولكن لا ننتظر أن يوافق أو لا يوافق، ولكن في هذا النص نرى أن هذا الأب انتصر على مجتمعه الذكوري، انتصر على مركزية الأبوية عندما قال الحمد لله يعني نجونا. هو ينجو أيضا لأنه يتخلص من أدران هذه الثقافة الذكورية ويتقبل وليدته حتى وإن كانت أنثى، أريد أن أقول بين قوسين، هو يتقبل مولودته لا على أساس نوعها وإنما على أساس أنها فقط تنحدر من صلبه، أنها مولودته وتنحدر من صلب زوجته. وهنا أريد أن أختم هذه الرؤية عندما أقول أن الهامشي في نص نجاة نوار يصبح مركزيا ويصبح هو المركز، والمركز الذي كان مركزا على طوال على مدار النص يصبح هامشا، وهذه هي البراعة في هذا النص الذي فعلا نجاة أنا عندما اخترته على سبيل الكسل بين قوسين، لأني لم أقرأ المجموعة كاملة وإنما كان هو النص الأول في المجموعة واخترته لأنه النص الأول، رغم أن هناك نصوص أخرى جيدة جدا مثل كلوستروفوبيا وغيرها من النصوص، ولكن هذا النص عندما قرأته فيما بعد قراءة النقدي وجدت أن به أشياء تقال، يعني أنا لم أقل ربع ما يقال في هذا النص، وهو نص جميل جدا، وأعتقد به سأختم كل القراءات حتى لا أستحوذ على كل الكلام في هذه الحصة، وأختم هذه القراءات بالقول أن النصوص لا تحيلنا على هوية مؤلفها، يجب أن يترفع النقد العربي اليوم على قراءة نصوص النساء من خلال ضمائر السرد. عندما تكتب المرأة العربية اليوم تشعر أنها محاكمة إن هي اختارت ضمير السرد المتكلم المفرد، إن هي اختارت ضمير السرد الغائب المؤنث، إن هي اختارت ضمير، يعني هي دائما تحاكم لا على أساس النص وإنما على أساس نوعها. ولذلك جاءت تقليعات الأدب النسائي والأدب الأدب المرأة، وأعتبر أن هذا التقليعات الأدب النسائي وأدب المرأة أعتقد هي ليست إنصافا للكتابة التي تكتبها المرأة، وإنما هي تكريس للأبوية وللذكورية التي يمارسها النقد الأدبي على أصوات النساء، ويجب أن تتحرر النساء من هذه
المركزية الذكورية، ويجب أن نرفض أن يقع تسمية ما تكتبه المرأة بالأدب النسائي والأدبي وأدب المرأة، على العكس الأدب النسوي وهو الأدب الإيديولوجي المتعلق بالنضالات النسوية، النضالات التي تتعلق بحقوق النساء. وأعتقد أن اليوم النسوية تجاوزت مفهوم الصراع من أجل حقوق النساء، وإنما أيضا دخلت حقل الصراع من أجل أيضا تأسيس حقوق الرجال، وهذا النص هو النص أنا أعتبره نسويا بامتياز، حتى وإن كانت الكاتبة ليست نسوية، وهنا لا أدري إن كانت نسوية أو لا، ولكن أريد أن أقول أن النص قد يكون النص نسويا حتى وإن كان كاتبته أو كاتبه ليس نسويا، حتى وإن كان كاتبه أو كاتبته ذكرا أو أنثى، ولكن النص النسوي هو الذي يحارب مركزية الذكورة، وقد حاربتها نجاة نوار مركزية الذكورة في هيمنة النص الأدبي النص القصصي، ونسفته بإحضار النص السيرتاتي، أيضا نسفت كذلك هيمنة الذكورة ومنطق الأبوية الذكورية بكونها جعلت هذا الأب يحمد الله في نهاية الأمر على أنه أصبح أبا وفقط ولا لم يتجهم. وهنا المسألة نلاحظ أن الذكر في هذا النص لم يمارس الذكورة، وإنما مارستها النساء، مارستها الأم، والأم أقصد أم الزوج وزوجة الأخ، زوجة الأخ الزوج. وهنا أقول أن الذكورية لا تتعلق أيضا بالرجل كذكر، وإنما تتعلق بالمنظومة الثقافية، ولذلك يجب أن نخرج من حروب الجندر وحروب النوع وندخل إلى مصافي النضالات الحقوقية والإنسانية من أجل نص جامع. وأشكركم على الانتباه. جزيل الشكر عزيزتنا فتحية على هذا التدفق النقدي الموازي للتدفق الإبداعي لزميلتنا نجاة. ويعني أنت قلت تقريبا كل ما يمكن أن يقال اليوم، ولكن يمكن أن يفتح باب الحديث لحديث طويل للنصوص الثلاثة التي استمعنا إليها اليوم. ويمكن أن أقول أن هناك شيء في العربية، في عبقرية اللغة العربية استفادت منه نجاة استفادة جميلة، وهي عدم يعني في اللغة العربية نحن لا نستخدم الضمير الشخصي، ففي ترجمة هذه النصوص إلى لغة أجنبية سيفقد الكثير. أنت تستعملين الأفعال والفعل، يكفي أن تقول يحمل تحمل، يعني هنا هذه الانتقالات في اللغة العربية، تحمل وتسير وتمشي وتئن، وهو نفس الشيء يحمل يسير، بدون استعمال هو يحمل وهي تحمل وهو يسير. هذا من عبقرية اللغة التي أنت استطعت أيضا أن تستعملينها بطريقة موجزة، والانتقال من فعل إلى فعل آخر، ومن ضمير مضارع من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي الذي تنبهت إليه فتحية وقالت هو ليس فعل ماضي، هذا الفعل أيضا المستمر، وهو فعل أيضا يعود إلى الماضي ويمشي إلى المستقبل. أنا لا أريد أن أغطي بأي كلمة على ما قالت فتحية اليوم، هذا التدفق النقدي الجميل. أشكرك فتحية، وربما يكون لنجاة كلمة لك لو تفضلت. تفضلي نجاة. جزيل الشكر لرسالة فتحية أستاذ طارق، سعيدة بهذه الإضاءة التي ستعطي النص أبعاد. أكيد كما نقول أن النص دائما قراءات مختلفة، ربما الإشارة الصغيرة التي أردت أن أومي إليها في نهاية النص هو ما يعيشه كما ذكرت فتحية في المركز، ربما هنا المركز من جهة أخرى المركز الجغرافي، نحن نعيش في منطقة حدودية، ما يعيشه سكان تلك المنطقة، ما يكابده من أجل لقمة العيش، فهم يضطرون إلى قطع الحدود سيرا على الأقدام من أجل توفير تلك اللقمة، يجتازون الأنسياج، يجتازون الألغام، يتعرضون لكل تلك المخاطر.
في ظل مركز لا يهتم بتلك المدن كما قلت، هذه الحافة الهشة القلقة من الأرض هي كذلك مما يجعل سكان تلك المنطقة ومنهم والدي كما كان رحمه الله زاول هذه الأعمال يحن ربما نظرته لتلك الأرض بعد أن غادر تلك الأرض، وعندما ألقى نظرته خلف تلك السياج خلف تلك الأشواك تلك خلف تلك الحدود هناك أرض وفرت، كان ينحت هناك، كان ينحت من الصبر الطوال، كان يشتغل في مقاطع التجارة، لكن تلك الأرض كانت تجازيه أضعافا على خلاف الأرض التي هو ينتمي إليه في الأصل. إذن هنا نوع من قلة من انعدام العدالة الاجتماعية تلك هؤلاء السكان في سكان الحدود. وشكرا. شكرا 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 جزيلا على هذه. واحنا نصل للجزء الاخير، الجزء الاخير سيكون مخصص نسمع نصا من الدكتور طارق الطيب، واذا كان ايضا بعد ذلك حديث او ثم يكون ختامه مع الاستاذ زكريا. وهذه من اجمل الندوات التي يعني اخذت يعني تألقا كبيرا، وأود أن أبلغكم اعتذار الأخت وفاء لأن النت قطع عندها. تفضل الأستاذ العزيز. شكرا جزيلا صديقي. طبعا بعد الاستماع إلى هذه النصوص الجميلة من الزميلات اليوم من التحليل الجميل أيضا لفتحية، يعني كنت لا أريد أن أقرأ شيئاً، يعني كنت أريد أن أكتفي بالفاكهة، نعم كنت أريد أن أكتفي بهذه الفواكه، ولكنني سأحاول أن أخذ الخيط الأخير ربما من نجاة ونذهب إلى المرأة وإلى المخاض وإلى البنت وإلى آخره، وسأقرأ من كتاب الأخير له الإله الصغير صفحتين يكفي من البداية. لذي له ولدا وإلا سيضرك بضرة ويضيرك بها، جملة كررتها لأمي بستان أغلب نساء العائلة ومعظم الجارات بتنويعات وأصوات وألحان متباينة، أقوال كلها تثير الكمد وقلة الحيلة، تنذر من الأمر وتهدد بالمضرة. سبقتني ست إخوات جئنا في تسع سنوات تخللتها ثلاثة إسقاطات لأمي بستان. الغريب أن الإسقاطات كانت لأجنة ذكور لم تكتمل، فهل كانت لعنة؟ أمي تصورت أن مولودها السابع الذي هو أنا بنت، فأرضها منذ فاضت بالذرية لا تثمر إلا الإناث، وقنعت بأن الله لن يهبها أبدا هذا الذكر الخالد الذكر. أبي كان يحرش لحيته النابتة في إهمال، منتظراً في صبر وقور أن يمنحه الله أمله وألا يزيد في امتحانه وبلواه. هكذا هن في حسه وروحه بلوى، لم يفخر لحظة بكل هذا الجيش الحنون من الإناث، ولم يعتبرهن يوماً ينتمين إليه. كان يعيد ويكرر على سمع أمي بستان إن خاطبها أو أشار إلى واحدة من البنات: بنتك، بناتك، خلفتك يا أم البنات. والأخيرة يلحنها كمن يعيرها بما لا يد لها إيه، ويخصها وحدها بعاقبة خلفهما. بعد ولادة الأنثى الثالثة صار أبي كلما تمخضت أمي يختفي طوال النهار ويعود عند منتصف الليل ثملاً مكروباً، يدرك من الصمت القابع في بيته ومن تأسي النساء الملتفات حول أمي بستان في شبه مأتمهن الصغير أن أوان الولد المنتظر لم يحن بعد، وأن البيت ازداد بلوى إضافية، وأن أبي سوف يكنى مجدداً باسم أنثى جديدة. يظل يسب ويبرطم ويركل ما في طريقه، ولا يدخل على أمي بستان في فترة نفاسها أو يمنحها نظرة رضا من زوج ممتن، ولا حتى صوت مباركة تستحقه نفسها، أو على الأقل أن ينطق بجملة
بجملة حمد على سلامتها كأي زائر أو زائرة. قتلها الولد وقتله غياب الولد، وحتى يتجنب كنية البنت أمام القرابة والأغراب، منح أبي بناته منذ البداية أسماء تصلح للذكور والإناث معا، وتلك حيلة ماكرة يضلل بها من لا يعرف ويموه بأنه أبو الذكور، فكان اسم أخواتي على ترتيب مولد كل منهن نور، فرح، مجد، إحسان، سلام، بشرى، وأنا سماني شمس. اسمي شمس واسم أمي بستان، وأبي اسمه راني. أبي الذي وعدت بأن أحدثكم عنه اسمه راني بسمان الطبال، ذو طول ونحافة ومهابة، وفيه نخوة وكرم ومروءة لا تغيب عن قريب. قيل أن جده الطبال كان مطبلاتي في إحدى الفرق الشعبية الموسيقية التي تحيي الأفراح في القرى وتشارك في الموالد الشعبية، وقيل إنه كان مسحراتي الحي الوحيد، وقيل إنه كان طبالاً في الفرقة الملكية التابعة للملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول، قيل الكثير المتضارب وغير المؤكد. أبي كرر صفة الطبال الملكي وجاهد في نشرها وإذاعتها وتثبيتها في أذهان الناس ليخلق لنا تاريخاً مهنياً ملكياً وهمياً يسند تواضع أحوالنا ونحن أبعد ما نكون عن دروب الملوك. شكراً. شكراً جزيلاً. نصف البديع أيضاً. شكراً جزيلاً. إذا كانت هناك أي تعقيبات أو شيء ثم ننتقل. زكريا، هل ما يزال معنا الأستاذ زكريا؟ زكريا، أنت تعمل لنا الآن مسك الختام. أستاذ حميد، هذه المرة لم أستاذ حميد هذه المرة قمعك طارق الطيب. أجمل قمع في العالم. ليت الحكام طبعاً كلهم طارق الطيب لكنا الآن بخير. عزيز، طبعا هناك كان الموضوع كان سينفتح مع استبرق في أسئلة أيضا خارج النص وخارج النقد، لكنت أريد، وهذا نريد أن نفتح له يعني ساعة أخرى فيما بعد أو يوما آخر، عن الاتجاه في هذه الترجمة إلى الصين والترجمة إلى الفارسية، وهذا جو نحو الشرق مهم جدا أن نتحدث، لأن الكثير يعتقد أن الترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية هي الأهم وأن هذا هو العالم وترجمت إلى كذا وكذا، ولكن هنا كان سؤال مهم جدا إلى استبرق، ولكن لا أدري ما هو الوقت المتاح. وأيضا للأسف غادرتنا وفاء، غادرتنا، وكانت أيضا وهي تحكي عن موضوع الحكواتي، وهي فاصلة مهمة جدا في عالمنا العربي. نحن ليس لدينا أدب الصبيان، وليس لدينا هذه الوصلة من الطفل الذي ربما يقرأ قصص حتى 12، وربما من عند 13 حتى 20 هناك فجوة لا تملأ بأدب لهذا الجيل ولهذه المجموعة من الشباب والشابات، وربما يعود البعض لقراءة الرواية والقصة من الكبار أو لا يعود، والكثير لا يعود للأسف. وهناك كان حديث أيضا مهم عن المكتبة وإلى آخره. وأيضا كنت أريد أن أتحدث عن الشيء الجميل عند نجاة في هذا التعدد ما بين الخاطرة والقصة والشعر، وأيضا منحة أحس أنها أيضا تتجه إلى الرواية وليس الرواية على أنها هي الأهم، ولكن أجد أن هذا الزخم إذا فتحته هكذا سيخرج نصوصا طويلة مهمة لها. هذا كان ربما سيكون فتحا لوقت أطول، ولكن طبعا سأتوقف وسأترك هذا الأمر. وهناك عشرات الأسئلة إلى فتحية طبعا فيما ذكرته. شكرا. تفضل. إن شاء الله نحن في ذات يوم ممكن أن نخصص في شهر 7 مثلا، في شهر يوليو أو في شهر أوت في شهر 8، ويكون نتكلم عن هذه المسألة بالنسبة للاتجاه إلى الشرق، لأن أغلب الترجمات الناس كلهم يحبون أن تكون الترجمة إلى الغرب. الآن سأترككم مع زكريا مسك الختام.
شكرا لكم. شكرا، تصبحون على خير. شكرا. وانت من اهل. شكرا. انا ساغني اغنيه باللغه الكرديه. ترجمت المقطع الاول، ترجمته: لماذا تفعلين بي هذا؟ تضاعفين همومي، تفتحين جراح قلبي، عمري الباقي تسلبينه. انت ورده، انا البلبل، انت زينتي وانا مامك. زين يعني هي اسم فتاه، هي روايه مامو زين على نمط روايه او ملحمه شعريه كتبها احمد خاني وترجمها وعاد كتابتها محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه. فساغني عبرا فلن اعجبكم.
شكرا شكرا لك أستاذ العزيز. شكرا. نصل إلى الختام الدقائق الأخيرة، والأستاذة مها طلبت الحديث، نعطيها 80 دقيقة وبعد ذلك كل واحد 39 ثانية. هي لها 80 دقيقة. لا 80 ثانية عفوا، 80 ثانية، 80 دقيقة وين؟ احنا راح نروح لها. شكرا أستاذ حميد. 80 ثانية وبعد ذلك كل واحد 39 ثانية. طيب بدأ العد التنازلي. مساء الخير جميعا، بحب أشكركم. أنا من فيينا، أستاذ طارق. إزيك طارق؟ أحين تقول تبنوا ألقاب الأخوات. استبرق ووفاء ونجاة، استمتعت بكل كلمة دغدغت اليوم كلماتكن مشاعري، ويعني عادة أقرأ قبل النوم ولكنني اليوم اكتفيت، لن أقرأ أي شيء لأنني سأراجع كل ما قلتمه، كل ما أتذكره، وسمحت الحكواتي وسمحت السرد وسمحت الكلمات وزخم من الكلمات. وأما الأخت فتحية فأبدعت في تحليل كل شيء، لم تتركي شيء. مرات أنا كنت أكتب نقطة أو شيء كنت أجد أنك ما شاء الله قلتيها، يعني أبدعتم في توظيف اللغة والكلمات والمشاعر، وصفتم كل شيء، وأشكركم على هذا الزخم من الأدب، وأحييكم إخواتي، وأنا فخورة بكم كامرأة نحاز لكم طبعا. وهذه مني لكم، وأشكركم جزيل الشكر، وشكرا للمطرب والعازف أستاذ زكريا وكل من كان معنا اليوم، وبشكركم جزيل الشكر لأنكم أسعدتوني. يعني مرحب بك يا أهلا. شكرا جزيلا. الآن سنذهب إلى المشاركات الثلاث، كل واحد 39. عاوز أسألكم، أنتم سمعتوني وأنا بتكلم ولا طبعاً. لا سمعناك وبعد سمعناك. أنت اللي سكرتني. أوكي. لا مو أنا سكرتك، بالعكس أنا ما أقمع النساء، هاي مشكلتي. أوكي شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مساءكم خير. الآن أستاذ الشبرق 39 ثانية لو سمحتي. حقيقة أنا حبيت أكرر شكري للجميع، ويعني على الفتحية وعلى طارق الطيب وعلى الحضور، وطبعا على المؤتمر بأكمله الخاص بالسرديات. وفعلا في إجابات كثيرة، بس أنا يعني يمكن على بالنسبة لطارق أجيب على عجالة. يعني بالنسبة لنصي هذا كان من ضمن مجموعة كتاب، هو كتاب عن الأدب، عن القصة في الكويت، وتم ترجمته بالتعاون مع رابط الأدباء مع الصين. يعني حتى أنا بالصدفة عرفت حين بأن هذا الكتاب تم ترجمته لأهميته، يعني كان الدكتور مرسل العجمي. بالنسبة إلى الفارسية كانت الأخت مريم حيدري حقيقة، وأسعدتني تماما بترجمتها، وتم مناقشته في إحدى الجامعات يعني في إيران. هذا بالنسبة إلى يعني الشرق. يعني شاكرة طبعا، سعيدة طبعا بالترجمات، لأن الترجمات تتجه إلى كاتب، إلى أقصد اتجاه آخر، إلى قارئ آخر. أيضا هناك ترجمة لأحمد حيدري، وأحمد حيدري جدا نشيط في الترجمات من الفارسية وأيضا العكس، وهذا شيء حقيقة أنا ممتن جدا لكل مترجم. شاكرة للجميع وسعيدة، وأتمنى أن خلال الوقت المحدد أجب يعني أجب، وأيضا استوفيت كل النقاط المطلوبة. شكرا حميد. شكرا جزيلا. وفاء، وفاء معك 38 ثانية. أعتذر أنا رجعت على التفعيل. يعطيكم العافية جميعا. أستاذي طارق بالنسبة للترجمة أنا أتفق معك، وربما لم أذكر هذه النقاط، لكن سيكون هناك ترجمة لديواني ما لم تقله نوارس طنجة وفراشات دبي إلى اللغة الصينية، إلى جانب أن هناك ديوان لم يصدر بعد وهو ديوان جديد. أنا أمانة تفاجأت بطلب إحدى دور النشر الإيرانية بترجمته إلى الفارسية، وما راح أذكر عنوانه يعني لأنه لم ينشر. شكرا لكم أستاذة فتحية، أسعدتيني اليوم. راح تخينام وأنا بتسمجي. شكرا جزيلا. نجات معك 38 ثانية، تعد التنازل الآن. نجات
الصوت. سعيدة جدا أني كنت معكم هذا المساء، شكرا لإدارة منطقة المنتدى العربي الأوروبي، شكرا وباقات ورد وقصائد حب للناقدة والكاتبة والشاعرة فتحية، أسعدتني جدا هذا المساء، سعيدة جدا بالإضاءات التي قدمها دكتور طارق الطيب، أرجو أن وردا على بعض السؤال عن توجه نحو الرواية، أنا أعد رواية لن أذكر عنوانها لأنني لم أقرر بعد، الرواية موجودة رهن المراجعة. شكرا جميعا وتصبحون على خير. شكرا جزيلا. سيكون الختام مع الأستاذة فتحية وبعد ذلك أستاذنا الدكتور طارق. محمد فتح المخداد، أنا قارئ في عينيك أنك معك الآن 38 ثانية. السلام عليكم. رفع ايده من زمان. لا كنت بدي أعلق على نص الدكتور طارق، لكن فات الوقت، وإن شاء الله مرة ثانية، وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم جميع وعلى هذه السهرة الرائعة الأدبية المختلفة بكل المعطيات، لما يعني تمازج من أطراف الوطن البعيد والقريب ومختلف الفعاليات من الأديبات والأدباء وهذه القراءات النقدية الجميلة. تابعتكم جميعا، شكرا لكم وتصبحون على خير. شكرا جزيلا. لا أدري عضو مجلس الرئاسة الأستاذ صبري يوسف إذا كان معنا أو هو كان منشغل، أعتقد في تليفون. هو اعتذر لأنه هو منشغل بالانتخابات. إذا مجلس الرئاسة منشغل بالانتخابات الآن. لا احنا ننتخب بطريقتنا الخاصة. لا هناك 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 هناك. لا احنا عندنا ديمقراطيتنا الخاصة. إذا كان أحد الأصدقاء الموجودين معنا لوريس أو أحد الأصدقاء يريد أن يحكي فنعطيها 19 ثانية. أستاذ زكريا 18 ثانية. شكرا لكم، أنا كنت سعيد بالحضور والتواجد، وحقيقة النصوص رائعة والتعقيب أو قراءة النصوص كانت مذهلة الأخت فتحية، وشكرا لكم جميعا. إذا إن شاء الله يكون موعدنا الجمعة الرابع من شهر يوليو. أدعو الجميع يعني اللي بده، أنا يعني لسه ما حصلت على النسخ ما زالت في دار المثقف، وإذا أي واحد من الأساتذة بده ينقد أو يقرأ هذا المجموعة أنا مستعد أبعث له إياها بي دي إف، وأكون مشكورا جدا إذا قام بقراءتها ونقلها أيضا. شكرا جزيلا، ونحن إن شاء الله سنقرر أو سنؤكد الموعد إن شاء الله، ربما يكون الجمعة 4 يونيو بحسب الاتفاق الأولي مع الأستاذ زكريا لتوقيع ديوانه في المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. أستاذة فتحية. الحقيقة أنا سعيدة جدا بهذه الندوة، أولا لأنها يعني فعلا كانت ندوة هادئة، وأنا أحب الهدوء رغم أنني إنسانة يعني شوية حركية برشا، لكن الهدوء يعني أضفى نوع من الشاعرية على هذه الخيمة وأحب هذا جدا. ثم أشكر أيضا هذه النصوص الإبداعية، وأقول أن الكتابة العربية بخير رغم أزماتنا المتكررة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، هناك نصوص يعني تخرج وهي نصوص أنا أريد أن أسميها متمردة على قوالبها، وهذا التمرد يعجبني لأنه يناسبني. أشكر استبرق مانيش عارفة إذا ننطق في اسمك بالكدي خاطر ما نعرفش كيفاش كل مرة نعوج له في كرومت. دونك نحب نشكرك برشا على نصك الجميل، نشكر وفاء نجاة كذلك وهي شقيقة الكتابة وشقيقة الوطن وشقيقة الجهة أيضا. أشكرك أيضا أستاذ حميد على استضافتك لي في كل مرة وحرصك على أن أكون يعني من بين نقادك ومن بين أيضا قصصيك، وهذا يعني شرف لي. شكرا طارق الطيب على حسن الإدارة وعلى الهدوء وعلى أيضا هذه التعقيبات وهذا التفاعل مع النصوص والقراءات النقدية
بكل سلاسة، وشكرا على نصك الجميل، وأرجو أن أحظى يوما بقراءتي نص لك، وشكرا لكل الذين استمعوا، للمتداخلين صديقي محمد فتحي المقداد، دكتور يوسف صبري، الأستاذة مها والجميع، وشكرا أيضا على ثقتكم في رؤيتي النقدية أيضا، لأنه يسعدني ويفرحني كون رؤيتي النقدية سمعتها وأقنعتكم، فهذا يزيدني طبعا فخر وشرف وشغف أيضا بالنقد، وليلتكم سعيدة، وألتقي بكم في الحصة تقريبا الأسبوع القادم في ضيافة صغيرتي ميلاني. شكرا جزيلا أستاذة فتحية، وأنت أيضا صديقة وإضافة. عاد عضو مجلس الرئاسة الأستاذ صبري مع نطيس 16 ثانية. مساء الخير من جديد. أنا أعتذر لأنه ما قدرت أقرأ ما قدمه الأستاذ الدكتور طارق لأنه جالي اتصال خارجي وكنت مضطر أرد عليه، وعدت لأقول شكرا لكل الذين شاركوا كتابا ونقادا ومستمعين ومتداخلين، ولرئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وتحية لكل المستمعين والمستمعات في كل أنحاء العالم، وهذا منبر يحتذى به وأعتز به وسنبقى معه قلبا وقالبا. شكرا. شكرا لك الحبيب، وأنا كما كل مرة أقول اذهبوا أيضا إلى قناة يوتيوب واشتركوا معها، وأيضا بعد هذا عندما ينشر على صفحتي الرابط الفيديو أرجو أن تشاركوا بالفيديو يوتيوب. البعض أحيانا يعطي صورة فقط من الندوة ويقول كنت في ندوة ولا يعطي الرابط، رغم أن الرابط مهم جدا لكي نتقاسم هذا الحلم مع بعض. ختام ومسك مع أستاذنا العزيز الدكتور طارق الطيب. شكرا جزيلا حميد على هذه الإدارة وعلى هذا التنظيم وعلى هذه المجموعة الجميلة التي حظيت بها اليوم والتي استفدت بالفعل منها. وأنا أقول باختصار أن النساء قادرات على عمل تغيير جمالي فني أدبي رائع يؤدي فعلا إلى تغيير. أثمن هذا وأثمن ما سمعت اليوم، وبلا ترتيب وكما سمعنا الزميلة استبرق أحمد والزميلة وفاء سالم والزميلة نجاة نوار، وطبعا كانت الباقة الجميلة التي غطت هذه الأمسية زميلتنا الأستاذة أو بدون أستاذة الصديقة العزيزة فتحية دبش، التي أضاءت فعلا كل عتمات الليلة بهذه النجمات وهذه النجوم. وأشكر كل من حضر معنا، زميلنا الفاضل صبري يوسف، وشكر الجزيل للأستاذ زكريا الشيخ أحمد على الموسيقى التي استمعنا إليها منه، وشكرا أيضا إلى مها وإلى كل المتابعين وأيضا الزميل الفاضل مقداد. شكرا لكم جميعا. شكرا لك حمد. شكرا جزيلا. نصل إلى ثواني الأخيرة من هذه الورشة، الورشة السادسة، والتي كانت بهذا الحلم وبهذا التألق، الملتقى الأول للإبداعات السردية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. كان معكم حميد عقبي، ليلتكم سعيدة. شكرا جزيلا، ميرسي بوكو، واللقاء إن شاء الله غدا. شكرا جزيلا. شكرا على خير. شكرا جميل. سلامة. شكرا.